ازاي؟ خد دي الاوردرات بتاعت النهارده، خلصت شغلي كله، عايز مني حاجه؟ سلام عليكم. استنى، باشمهندس سام اتصل وزمانه جاي وقال انه عاوزك. عطلني يا عم ابراهيم، يا عم ابراهيم ابوس ايدك، انا فاضي ما عنديش حاجه، ما تعطلنيش اكتر من كده. انا عارف المهندس سام عايز مني ايه، عايز نروح صيانه المركز الثقافي والسفارتين، لما يجي قول له ميدو راح. سلام بقى. حامد ما تودينيش في داهيه يا حبيبي. حامد ميدو؟ ميدو حامد ده ما حدش يعرفه غيرك انت هنا في الشغل وابويا في البيت. وبعدين يا عم ابراهيم قلت لك 100 مره ما تقوليش حامد كده قدام الناس. ناس مين؟ هو ده يا ولاد. اوكي. الو يا وائل. لا يا حبيبي مش هقدر اشوفك النهارده، مشغوله. ايه يا حبيبي؟ بقول لك مشغوله، يلا باي. حسبي الله ونعم الوكيل. كده جمالات مش عايزه نفس. قومي افتحي الباب. حاضر. يلا بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوصل لابشتغل جيمس. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ ميدو. استاذ ميدو بتنادي عليا انا؟ استاذ ميدو انا ميدو وزفت. مين يا جمالات؟ ده الاستاذ ميدو صاحب استاذ رمزي. خليه يتفضل. اتفضل. اتفضل فين حضرتك؟ اتفضل جوه. لا معلش معلش عشان خاطري يا رب ربنا يغفر لك كل ذنوبك، سيبيني اجري. ما تتفضل يا استاذ ميدو. طب اتفضلي حضرتك الاول. اتفضلي. اتفضل ما تخافش. حاضر. رمزي يا رمزي يا رمزي رمزي. هدى هدى انت كويسه؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب. بلغتي البوليس ولا لسه؟ ايه في بوليس ايه وبتاع ايه ده؟ بس انا برسم. ترسمي يا شيخ؟ حرام عليكي، ده انت وقعتوا قلبي. جبلات احترمي نفسك وانت بتموت. حاضر يا ست هدى. هيبقى عمل عظيم ان شاء الله. ايوه. دي لوحه صح؟ لا ده غلاف كتاب. غلاف كتاب؟ كل ده غلاف؟ ده على كده كتاب كبير قوي. الموت الاخير موجود في السوق، قريته؟ لا الحقيقه انا قريت كتاب الموت اللي قبل الاخير على طول. وهو كتاب مرمي كده في السوق عريان من غير غلاف ولا ايه؟ اصل الغلاف مش عاجبني، قلت الم كل الكتب اللي في السوق واغير غلافها. هدى ما تسيبك بقى من بيت الرعب اللي انت عايشه فيه ده. انا عايز اقولك ان انا جايبلك هديه صغيره كده. مش معقول، بس انا عيد ميلادي بعد بكره. ما انا عارف ان عيد ميلادك بعد بكره. ما هو رمزي عزمني على عيد ميلادك. دي هديه ملهاش دعوه بهديه عيد ميلادك. ده اخر فيلم نزل للمطرب فان دام. يس زي ما ولا حركه. البت دي هتموت محروقه رسمي. ولا حركه يا رمزي. رمزي ما تسيبوش ده، ما تسيبوش رقم 4. ما تسيبوش. فين الباك؟ فين الباك؟ خبر السور عميقه. حاله الدم اللي احنا فيها دي بس يا رب. ايه ده؟ تعبيط ولا ايه؟ بتعمل ايه؟
في راجل مرعب قاعد مع هدى تحت وانت قاعد تتفرج على الماتش. طب وايه المشكله يا عم؟ ما يقعدوا مع بعض. افتح التلفزيون ابوس ايدك. يا بني ادم ازاي تسيب الراجل ده مع اختك لوحدهم؟ يا عم مش لوحديهم، جمالات قاعده في وسطيهم. جمالات مقتوله مش داريانه بالدنيا. وبعدين الشيطان شاطر. احنا على قلبت الادب يا عم. هات ريموت كنترول، هات ريموت كنترول يا اخي. ده انت قتم خلع يا اخي. انت حاسس انك بتلعب في الماتش. شادي مش هتطلع يا شادي، مش هتطلع، مش هتطلع. هوبا ايه ده؟ لا بقول لك ايه، ما انا مش هعرف انام في الرعب ده. وبعدين انا ما بحبش الكوره. ثالث اعمل لك ايه؟ ما تسد ودانك يا اخي. اسد وداني كده رمزي؟ واضح انك هتذلني يعني عشان حبات عندك. ايه يا عم انت هتعيط ولا ايه؟ انا هسيب لك الاوضه واروح اتفرج في اوضه ثانيه. القائم وبعدين كره ميته خلاص ميته. سيبه ده في حته ميته يا حاضري، ده في حته ميته. طب سنتر بقى سنتر بعدين بقى في حرقه الدم دي. اهو 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 حاضري يا كي اموار. حلو جول. فين الباك بقى؟ ليلى اسمعيني كويس، احنا لازم نسيب بعض. تشربي ايه الاول؟ تشربي ايه الاول؟ هو في شرب بعد اللي انت بتقوله؟ انت لازم تعرفي حاجة مهمة. الموضوع ببساطة ان انا يا ستي زي ما تقولي كده بتحب هدى، مش كده؟ لا الموضوع مش بالشكل ده، يعني انا منبهر بيها. بس بقولك ايه، انا عصابي تعبانة. اتفضل اطلب لي نص فرخ. حاضر. متر تعالوا سمع عمري فندم. هتلاقي نص فرخة وهاتلي انا ربع بمبار وقرنين فلفل. وقرنين فلفل حرقين جامد. طعم صح. ها قولي لي، هتطلعي معانا الرحلة بقى ولا لا؟ مش طالعة. ده انا اللي مطلع الرحلة. عايز اطلع معاك رحلة وانت بتحب الست هدى. يا حبيبتي افهميني، انا معجب بيها بس لسه مرحلة الحب دي بعدين. انت عايز تجنني، انت عايز مني ايه بالظبط؟ انا عايز اشتراك الرحلة. انا همشي على المسار اكيد. يا ليلى طب المنبار. يا ليلى خد هقول لك. ليلى خد هقول لك حاجة. ليلى اسمع يالا، حياتك قصاد الاسطوانه دي. بطل بقى تلعب لعبه انت مش قدها انت والبنت اللي ملموم عليها. بقول لك ايه يا بكر؟ ايه بقول لك ايه؟ والنبي مش ناقصه تهديد. هي انا خلاص مش فارقه معايا، انا عمال اتكحول كل شويه لما خلاص قربت اتقلب قرد. فمش ناقصه بقى تيجي تحدفني في قشر موز يمين وشمال. الله، وبعدين تعالى لي هنا. يا اسطوانه ايه دي اللي سايبها مفصلك قوي كده؟ انا هعتبر نفسي ما سمعتش ولا كلمه من اللي انت قلتها، وهسيبك تراجع نفسك لغايه ما تجيني باللي انا عاوزه وانت راجع. مش هيحصل، مش هيحصل يا بكر بيه، الا لما الاقي انا حاجه على مزاجي، حاجه كده بتتلبس في الرقبه شكلها مقطقط. حاجه دي يوم ما هلاقيها هرجع لك جامد قوي. ومش انت لوحدك بس، لا انت ورشدي بتاعك. بس يا سيدي وعلا. وهيخرجك في عيد ميلادك؟ ده الواد شكله وقع قوي. بس تعرف انا حاسه ان الواد ده غير العصابه اللي ملموم عليها دي خالص. يعني طيب كده وجدع غلبان، بس على مين؟ برضه هحاول معاه. هتحاولي بشكلك ده؟ ايه يا عم انت ده؟ ماله شكل؟ ما انا لابسه قميص وبنطلونه ولا طلع لي شنب. يا بنتي لا، بس بشكلك ده مش هتعرفي توصلي اللي انت عايزاه. ايوه صح عندك حق، بس انا هوريك. هتيجي ما هتجينيش، هتنطرني ما هتنطرنيش، هتزحلقني ما هتزبحلقنيش. ايه ده هانيا؟ لا والله هانيا بجد انت اختلفت خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس بقى ما تكسفنيش. شفت نفسك في المرايه عامله ازاي؟ شعرك فرتيه وحلقات دقنك ايه ده ايه ده ايه ده بجد؟ انا اتثبت. انت ايه ده؟ يلا بقى اطلب لي حاجه كلها. انت جايه دايسه جامد ليه كده؟ جايه عايزه اكل على طول كده. اسمحي الورده دي تبقى ليام. ايه ده؟ لا معلش كنت قاعد عمال اقول يا ترى هتفرقعني ولا ما تفرقعنيش. قبل الاكل بقى وقبل ما نلغوص ايدينا انا محضر لك مفاجاه. مفاجاه؟
كل سنه وانت طيبه. مساء الخير. هي دي؟ ايوه. ايه اللي هي دي؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to هيلا. Happy. هيلا ايه؟ هانيا هانيا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hania. Hania, صح صح. أيوه Hania. Hania. Happy birthday to you, Hania. شكرا. إيه ده بتقلب الخفاش بالليل ولا إيه؟ غريب أوي. ليه غريب ليه؟ وحنينة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بالراحة عليا، انا مش قد الكلام الجامد ده. تتصور اللي عملته النهاردة ده خلاني احس ان انا عايشة لوحدي طول عمري. حتى اهلي عمرهم ما احتفلوا بيا ولا حتى قالوا لي كل سنة وانت طيب. يا ست بس بالراحة كده شوية بس، انت يعني بيني وبينك بقى كده يعني عشان ما نقلبهاش غامض، بيني وبينك تعالى نتكلم. ها؟ انت منتظرة ايه من العصابة اللي موجودة عندك في البيت؟ والنبي منتظرة ايه؟ دول لو فكروا يفسحوك هيودوك افغانستان والله، ويوم ما تطلع في ابنهم يعملوا عيد ميلاد لهانيا بنتهم هيعملوه في عيد الجلاء. انت نصيبك بقى في الهدايا طبنجة سونكي نص عالي، المهم ان لازم يكون في جريمة قتل هتتم في الليل. بيني وبينك بقى، في شوية كده مز كده عمل لك الحفلة دي والقعدة دي قبل كده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ما اسمحلكش بالكلام ده، انا مش بتاعت كده خالص. ايه اللي انا مش بتاعت كده خالص؟ هو انا قلت لك تعالي البيت؟ انا بقول لك يعني انت تركيبتك ايه وكيانك ايه؟ انثى. سوف لا نشتري شجرة، ستكونين انت الشجرة وسنعلق عليها أحلامنا. أي طبعاً. وهمومنا وهدومنا وبنطلوناتنا. كل أحبك قيد زينة وسمتي، فبغير حبك لا أكون جميلاً. دي أغنية كاظم الساهر، بس ده طبعاً كاظم الغيظ. هنقول احنا لسه حبايب، يوه ما خلص قلناه. هنقول لسه قلبنا داي، يوه ما خلص قلناه. هنقول احنا لسه حبايب، يوه بقى. ايه 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 يا غالي؟ هي خلاص انا عايز ابسطك. تبسطني ايه وتزفتني ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. احنا مش اتفقنا؟ لا ما اتفقناش على كده، وما تعملش كده تاني مره، ما تعملش كده تاني مره. احنا متفقين على اغنيه واحده بس، هابي بيتزا، صح؟ هابي بيتزا، مش كده حصل ولا لا؟ دخلتني بكاظم الساهر وسددت لي جيوب الالفيه بوسكيت، ودخلتني بعدها بمصطفى قمر. هنقول احنا مش ناقصه. طب اسمع دي، اسمع مش هسمع دي. وايه القرف اللي انت لابسه ده؟ ايه لابس لي قعده عربي؟ يلا يلا جبتك يا عم. نأسس في التبادل تأسيس أساسي يعني في الغلاسة. أنا أرد على التليفون بس لحظة. ألو أيت هاني، قاعد مع مين؟ تضرب محشي؟ أضرب محشي. صلي على النبي، بيتنا كله منور، كل حبيبتي بالهنا والشفا. ميرسي يا ضنط، بجد الأكل حلو أوي، تسلم إيدك. قولي لي يا حبيبتي، أنت متجوزة؟ يعني معلش يعني لو متجوزة تهاني هتفضل قاعدة معانا كده يعني قاعدة دي يعني؟ أنا هنا طع هيقبل حاجة زي كده؟ يا واد اسكت، بجس لك نبضة. يا ست تجس نبضة ايه؟ وانت شايفاها عندها بوط ويا قاعدة. اسكت بقى، ولا مخطوبة يا حبيبتي؟ ولا دي كمان. النبي واد بوشكش ده زي العسل وما يتفتش. يا تهاني ما ناقص تقولي لها يعني احنا جايبين له الصيني والنجف ومصلي النوم كمان بالمرة. بالك انت بقى كوباية الشاي بعد الأكل فوق سطوح بيتنا ما تتفتش برضه. ايه يا وليه يا وطي احترم اللي جابوا كرامة أهلي؟ ايه ده؟ الرجالة اللي في الحياة الشعبية حاجة بقى يعني، الراجل راجل دمه حامي وسخن، راجل بجد. يا راجل يا نايت كخي. ايه ده؟ انت مبرقلي مبرقلي ليه كده؟ محسساني ان انا بشتمك. اهو يعني هم كده تقريبا بيلغوا بعض يعني تقريبا.
كده بيلغوا بعض، دول هيموتوا بعض. ما هي دي بداية الصلح. والنبي عايز ما تلمسنيش. ايه شفتي ده الليلة؟ معقولة بعد الفضيحة اللي عملوها دي يتصالحوا بالسرعة دي كمان؟ حياتك وبالسرعة دي هتلاقي 18 عيل بيجروا في الحارة بكرة. سامعة؟ سامعة الكروان ده؟ بمناسبة العسل بقى بتاع أختي. مش فاهمة حاجة. يا العسل بتاع أختي تهاني لما قالت الواد بوشكاش ده عسل وراحت تبصلك كده، هل أنتي العسل ده هو فعلا نفس العسل اللي عند أختي ولا أنا أروح أجيب عسل من برا؟ لا لا كده صريحة وضيحة كده جريحة؟ لا مش قصدي. أنا قصدي إن العسل بتاع أختك هو العسل اللي أنت قصدك عليه. لا أنا كنت عايز أقولك فعلا على حاجة. طب أقول بسرعة عشان حاسة إن قلبي بيدق جامد. ومفتاحي على طول على طول مفتاحي، مش يمكن يكون ابن الحلال واقف ومتربص لك؟ ها مش كده ولا إيه؟ بس أنت كنت عايز تقولي حاجة. لا قولي أنت الأول. لا أنت قولي الأول. طب أقولك على حاجة؟ تعال نعمل زي فيلم لبنى عبد الحفيظ وعبد الحكيم حافظ في دمي ودموعي والتصاقاتي. طب اقول لك على حاجه، تيجي نقول الكلمه دي احنا الاثنين في نفس واحد، نعد لحد ثلاثه ونروح قايلينها كده في خلق بعض كده. ماشي اوكي. واحد اثنين ثلاثه. انا عرفتك عشان رشدي هلال. عرفتني عشان خاطر السلسله؟ وانت عرفتني عشان خاطر رشدي هباب؟ خلي السلسله تنفعك. كلمها تاني. انا كلمتها قدامك تاني واعمل ايه يعني؟ ابلغ عنها؟ خلاص روح لها البيت. وانت فاكره سهله كده روح البيت؟ ده ابوها لو عرف انها مروحه معيطه بسبب ايه؟ ده مش بعيد يدفني في الجنينه هناك. يا عم الماتش بدا، تعال روح قهوه تانيه. ما تقلقش ميدو بركب الدش فوق. ميدو؟ ميدو مشاكل؟ استر يا رب. خدنا انت الرابط عادي. هننقي قوطة. نقولني الزرادية بقى. ها؟ الزرادية. الهين. ليه اخت سعدية. يا حاج ابو حجر احنا هنظر. شاي يا حاج. شاي يا ميدو. ايه يا دوشك قافل ليه على الصبح كده؟ لا بقولك ايه، امشي امشي من هنا، ما تكقبليش السطح، امشي. خلصني، الناس عايزه تتفرج على الماتش. وانا مالي بالناس. لا بقولك ايه يا معلم، انا النهارده هشطب لك الطبق والقعده، وبكره ان شاء الله ابركب لك الريسيفر واظبط لك القنوات. سيبنا اشتغل بقى. لا بكره ايه، انا لميت فلوس من الزباين. ثبت انت وركب وزود الجبس، هينشف بسرعه. انت حر. ماشي هزود لك شويه جبس. بقولك ايه، امسك بقى معايا الطبق كده واسنده وما تحركش خالص. حاضر يا سيدي، اما نشوف اخرتها معاك. يا جدعان ماشي بتلعب، حرام عليكم، الماتش ابتدى. يا جماعه اللي فوق لو الماتش ما اشتغلش اغسل لكم القهوه واخد ال 5 جنيه بتاعتي. اه عايزين 5 جنيه بتاعتنا. ايه ده يا غرع؟ رجلي. اوعى تتحرك. بقولك ايه، رجلك دي باخزلها بعدين، الاسمنت بيطلع ما بيبقعش. طب ببوس ايدك، ببوس ايدك يا ميدو. خلصني، هات للزباين تحت اي محطه يتلقوا فيها. حاضر حاضر، بس كده عينيا الاثنين اهو. تترغب في الكثير من الحب والمتعه، هاتفني الان على الرقم 0906734223. نحن بنات عائلات محترمات، انا في انتظارك الان، تعالى انا مشتاقة اليك، انا بمفردي الان ستجد كل ما ترغب فيه، انا عميق الاثارة والمتعة بنفس الطريقة. يا جماعة يا جماعة مالكوا في ايه؟ انتوا مش كنتوا عايزين الماتش؟ ما الماتش اهو.
يا عم ماتش ايه؟ ما احنا هنتغلب هنتغلب. جراح يا عم مراد، عايزين نشوف الماتش. قول اتفرج عليه في قهوه تانيه. يا جدعان الست دي هتلبس وراحه تتفرج على الماتش. سيب الماتش يا جدعان، راجع المحطه اللي فيها الموتزا. ايه يا رجاله في ايه؟ مين اللي عايز الماتش؟ انا بقى اللي عايز الماتش. ومين اللي عايز الموتزا؟ انا اللي عايز. ماشي، ده يجيب الماتش وده يجيب الموتزا، بس عشان ابقى صريح معاكم من الاخر، الموتزا مش جايه الماتش. ماشي، استقوا مع بعض بقى. كمل شوية وتحاول يمر الفكهات وسط ملعب الباص اللعب على طول باتجاه شيحان حاول وهانس بيع يشوط حلوة بسبب المحروس ابنك الزباين كسروا القهوة جابوا عليها وطيها. هتدفع قيمة التلفيات كلها يا حاج صبر ولا لا؟ لا مش هدفع يا حاج ظابط، لان ميلو ده مش ابني ولا اعرفه ولا عايز اعرفه. انا بصراحة متبري منه. خلاص يتعمل له محضر عشان خاطر ده ابنك. ابني؟ ابني اتفضل. ايه ده؟ طلب تنازل عن ميلو، مش عاوزه. انا عندي ايه؟ خده هينفعك، خده هيخليك فرجة قدام اللي يسوى وما يسواش، هيخلي الناس عليك كده في القهوة صبح ظهر ليل. اسأل مجرب، خده. يابا انا مش عايز عيال. خليه عندك وانا هبعت له في الصيف. يا عم انا عايز حق تلفيات. تلفيات تلفيات، انت عصبي كده ليه؟ كام التلفيات دي؟ 7500 جنيه. طيب 7500 جنيه تلفيات تلفات. اتفضل عليه العوض منه العوض. ايه ده؟ ايه يابا ده؟ دول 300 جنيه بس. والباقي من فضلك. فضل. ايه ده كمان؟ طلب تقصير بقيه المادة. لازم تفهمي ان سمعه الناس مش لعبه، وانت صغيره قوي ما انتش قد اللعب مع رشد بهلال. كان لازم وانت بتقولي الكلام ده يصعب عليكي حال الناس اللي هيتوقف حالها بسبب تهورك. لا 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 لو سمحت، انت فاهمني غلط خالص. وبعدين كان انتوا عندكم رجالتكم، احنا كمان لينا ناسنا وممكن نزرعهم في قلب مكتبه كمان ونعرف عنه كل حاجه، واللي عايزين نوصله هنعرف نوصله سهل جدا علينا على اذنك. انا رحت جنينه حيوانات زلاليمو، شفت زلومه. معلش عايز فلوس اورنج. مساء الخير. مساء الخير. لا مؤاخذة يا أخ. اتفضل يا فندم. أنا عايز زي دي. لا هذه أشياء مش لللمس. إيه ده؟ أنت إيه؟ إيديكي عرقانة دهب؟ دي مش لللمسات. أنا... دي اديتها لي واحدة من اللي هي بتاعت اللو. واحدة ساحرة. اوه قالت لي دي فيها ساعة حظك. دي من غيرها انت فرد جزمة. عارفة جزمات؟ جزمات. انا عايزة زي دي. يا ولية ما قلنا ما ينفعش. ما ينفعش دي، قلنا دي معمولة لبوشكاش محو. انت في حاجة حضرتك يا كابتن؟ انت في حاجة عايزة مني؟ اتفضل يا خواجه، التمثال تمن البضاعه. وعمولتك؟ عمولتك تاخدها من الراجل بتاعك لما يبيع التمثال. بس تمن البضاعه شيء وعمولتي شيء تاني. والله بقى دي العموله اللي طالعه من ذمتي، وانا ما يتلويش دراعي. انت سامع ولا لا؟ وعشان تبقى عارف دي نفس الطريقه اللي هدفع بيها الصفقه اللي جايه، ولو ما كانش عاجبك هغيرك انت والراجل بتاعك كمان. لا اذا كان الكلام بالشكل ده بقى انا هخليك تبطل شغل في سينا خالص، وهخليك كمان ما تقدرش تبيع البضاعه اللي انت اشتريتها هنا في بلدك. لو سمحت هات لي كيس بلاستيك عشان عايز ارجع من اللي هو ابو 25 قرش، عارفه؟ الشنطة. فندم ده مكان محترم. يعني ايه مكان محترم؟ مكان لابس كرافات يعني؟ انت قليل الادب. قليل الادب وعايز تتضرب. شوف يا
لو سمحت لو سمحت. ايوه لو سمحت. أيوة. ممكن تولع لي لو سمحت؟ نعم ولع لي. شكرا. لا معايا ولا مش عايز. شكرا. كابو عربي السلسلة السلسلة السلسلة. يا خرب بيتك يا ناس، كان عندها حق نوال لما قالت لي ما تخرجش، كان قلبها حاسس. نوال مين حضرتك؟ نوال مين حضرتك؟ يعني مش عارف نوال مين يا نوال، ما اعرفش. شكلك يا ابنهم يا نوال، شكلك من بتوع مامي وبابي. امك شكلها جايبه لك العربيه دي عشان تدفعش خربي وانت بصحابك. سيدك يا 500 جنيه. 500 جنيه بتوع ايه يا حبيبي؟ نصر الله بيهم العربيه. بص شكل انا بابو عبد الحميد دي عليك، لانك انت شكلك اساسا عايز تضرب، وانا دلوقتي فاضي. انت كويس يا بابا؟ كويس. مفيش غير الحكومة تجيب لي حق منك يالا. أنا اللي هجيب السلسلة وهفرجك نفسك أنت واللي معاك دول. سلسلة؟ أنا فاهم الحركات دي كويس يالا، أنا بقى هوريك. أبويا 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 أبويا. اطلع بيه على اسم العرب. لا أنا عايز الدقي ابن خالتي أمين شرطة هطلع عين أمك. اطلع هنا ولا هيعملنا. زوز. ايه اعمل حسابك انا حاجه بات عندكم النهارده. ايه يا ميدو انت كده هتحطني في مأزق، وانا جاي اخد قرض بصراحه كده يا ميدو. امي ما بتحبكش. ايه وايه المفاجاه في كده؟ هو في حد بيحبك في مصر غيري؟ بس ماشي ماشي عزوز خلاص. ما تزعلش يا ميدو، احنا ما عندناش الا سرير واحد وبنام عليه انا وامي. يعني انت عايز تيجي تنام في الوسط؟ نام انت في الوسط وانام انا على الطرف. يا ميدو انت جاي تلخبط لنا السرير. خلاص عزوز خلاص خلاص الحمد لله ورمزي جه اهو. ازيك يا رمزي؟ ربنا يخليك، بس شكلها كبير شويه. ليه انت بتلبس مقاس كام؟ 39 اسود و42 لو بني. يا عم هتمشي هتمشي. حب اعرفكم شاري خطيبتي واحتمال نسيب بعض بكره. وبكره ليه؟ ما دلوقتي احسن. ليه يا رمزي كده؟ ليه كده؟ يا عم سيبها تروح لصاحب نصيبها. مش هنروح المعهد؟ اه هنروح دلوقتي، بس عايزين نوصل عزوز في طريقنا واحنا ماشيين. ها عايزنا نروح بلبس الباليه ده يا ميدو؟ يا عزوز انا علمك بقى انا مش داخل الشارع لوحدي طول ما ابوك لسه ساكن فيه. يا عزوز ده انا لسه عايزك تجيب لي موتوسيكل على المعهد عشان عندي شغل بعد الظهر. يعني انا اروح اتورط مع ابوك وانت تروح تروش وتسيبوا بنات انت واصحابك؟ يا عم مين اللي قال لك كده؟ ده احنا عندنا امتحان والله. خلي الامتحان ده بعدين. هو مين الكابتن اللي واخد رصاصه في صدره ده؟ اخوك الشهيد عزوز صاحبي، واحتمال نسيب بعض بكره. وليه بكره؟ ما دلوقتي احسن. اوعى ميدو. خد يا كابتن يا كابتن. سيبك منه خليه يروح لصاحب نصيبه. بقول لك ايه؟ معلش انا حاجه بات عندك النهارده. ها بيتك ومطرحك يا اخويا. اطلع بقى بصينيه الشاي اللي احنا راكبينها دي. بقول لك ايه؟ تعالي بقى انجش بقى احسن بقى عشان كده نعمل فيلم تايتانيك وبتاع. خدي بس اقول لك ايه يا ست في ايه؟ النهارده ايه جديد في كده؟ الحق لينا. ميدو وحشتني. اهلا اهلا بعالم سمسم. معاك ربنا. اخويا رمزي وحشتني. وحشتني؟ ده بقى مره اتنين اللي انت كنت لسه بتطحني فيهم من شويه. انت كنت فين امبارح؟ ايدك ايدك والشحن. وبلاش الدخلات الناعمه دي، انا لسه طالع من الحبس. طب اتفضل تعالى فك معايا وش السلندر. وش السلندر ايه؟ عندنا امتحان جوه. والعربيه. عربيه ايه وبتاع ايه؟
ماشي يا عم، على طول كده كاسفني. ايه الكاسفه في وش السلندر يعني؟ ده وش سلندر. بقولك عندنا امتحان. مبهور بقى. النهارده الامتحان الشفوي، كل فني فيكم قدام التلفزيون. التلفزيون ده فيه عطل، لازم تتعرف على العطل بنفسك وتصلحه وتنظفه. عايز مهاره في الفتح، سرعه في التصليح، جوده في التقفيل، فتنس في التنفيض. اي فني هيعمل اي مخالفه هكلبش له تلفزيونه. قدامكم 35 دقيقه وحلم التلفزيونات عشان تتصحح. فاهمين؟ فاهمين. دور. ليلى. ليلى. معاكي مفك صليبه. بتقول ايه؟ ها 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 ها. بيقول لي عاكي مفك صليبه. بصي في التلفزيون بتاعك بدل ما طلعت بره. بصي. وانت يا استاذ هتلبسلك التلفزيون في البلطو بتاعك. في فني من غير عده، في جندي من غير سلاح. هسه واحد اسف ايه وبتاع ايه؟ لازم العده. كله يبص في الجهاز بتاعه. كله معايا طقم مفكات تايواني عليه مشترك هديه 50 جنيه. ماشي. شاريه من عند مشمش اللي فرش بره؟ ده انا اللي باعهم له. بكام؟ 25 جنيه. تشيب 15. اخر يعني كف كده في اللجنه دي وممكن اسيبها لك واخلع. اقعد اقعد اربيك. كف اقعد. رموزه رموزه. كلمت لي بابي؟ كلمته. طبعا. اعتبر نفسك اشتغلت وبتقبض كمان. انا يشرفني اني اشتغل عند اكبر مستورد اجهزه كهربائيه في البلد، وعلى فكره هيستفيد بخبرتي كتير جدا. طبعا طبعا. انا اللي عايز استفيد منك يا باشا. كلمه بعد اذنك. دلوقتي انا مش فاهم حاجه في الليله السودا دي. جاب لي تلفزيون ابيض واسود، الونه ازاي؟ الونه ازاي يا باشا؟ خلاص خلاص. خد المقاومه دي حطها في تلفزيونك، هيشتغل على طول، مش هيقدر يقاومك. بالبساطه دي سلمني على بابي. ماشي يا عم. امال اللي ليه ظهر ما يضربش على شاشته. بس يا ولد خليك في حالك. ليلى يا لولا، ليه المعامله دي؟ ده انا بحبك. بتقول ايه؟ لا مفيش وقت للاستغراب. بحبك. انا مش مصدقه نفسي. انت مصدقه نفسك على مهلك في البيت. المهم اديني مفك صليبه لحسن فيه مسمار طول كده الوظ مش عارفه افكه. حصل طول كده مفيش مفكات. هتندمي. هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يعني؟ صحيح هعمل ايه؟ متقلقش، ده ماس صغير كده واحنا في الامتحان. مين الافندي ده؟ ده زميلي يا بابا كان بيوصلني. ليه؟ العربيه جايه لها حاجه؟ عطلانه قدام المعهد. ما انا قلت لك 100 مره ما تركبيش العربيه دي، ما تعملوش. يبقى انت يلا اتفضلي اتفضلي من قدامي.
اي خدمه تاني يا عمي؟ انا عايز منك خدمه. انا الاثنين يا عمي. مش عايز اشوف وشك تاني، مفهوم؟ الله الله. مش عايزك توصلها تاني، مفهوم؟ احنا ناس محترمين. ما انا قلت لها انزلي على اول الشارع، هي اللي ما رضيتش. ما تبقاش تسمع كلامي. يلا يا اخويا، يلا يلا، مع السلامه. عليا. تكرم يا عمي، تكرم عشان خاطر بنتك. ماشي، شكرا شكرا يا ابن الاصول، مع السلامه. طب عشان الموتوسيكل بس شويه كده. اتفضل اتفضل. تسجيل كامل للحفلة من الكاميرا كنترول بتاعت الأوتيل. ايه؟ هتفرج على الحفلة من أولها لآخرها؟ مشغل بس. أيوة، جري شوية. أيوة، زوم بقى. كمان شوية وجدت متعة غير عادية. الخروف باص في عينيا وأنا باصص في عينيه، وهو عارف إني هقتله ومش قادر يعمل حاجة. زليت الخروف بالسل قبل ما يموت. مش فاهم يعني ايه اللطيف اللي بقوله ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ما يضحكش اني ازر الخروف. استنى استنى، ثانية واحدة. يا نهار اسود، انت قصد حضرتك انك كنت بتزر؟ انت عمرك ما ذبحت خروف قبل كده؟ اما انا حابه خروف ليه؟ ما هو عمل لي حاجه عشان اذبح خروف. كل يا بشاكش. اكلت يا عم؟ اكلت. كل يا بشاكش. والله اكلت يا عم، ده اكلت اكل كتير قوي. ده انا لو برضع مش هاكل الاكل ده. عشان تقدروا تلعبوا الماتش. تضحك على ايه؟ لا اكيد حضرتك بتقول دعابه. طبعا دي دعابه. ده ما ناسه في الترابيزه. انت ايه ده؟ هينزلوا يا دوب يرجعوا الماتش بعض. ماتش ايه حضرتك؟ امريكان فوتبول. ايه ده؟ امريكان فوتبول. اوكي. النبي يا عم شوف. النبي بلاش انا، بلاش انا. انا بص، خلينا نلعب في اللعب. استرجل ما نسموهم افضل. تعمل ايه؟ هجيب فيك جول. تعمل ايه؟ اعرف يا عيني يا مجانين. يعني ايه ماليش في الشقة؟ قلبنا الشقة حتة حتة، ما لقيناش فيها أي حاجة. أنت
عارف الديسك ده ما ظهرش في خلال 24 ساعة ايه اللي هيحصل؟ هجيبه لك من تحت تقطيع الارض، بس هو يفتح تليفونه. فواي بقى مش كل شوية هتقعدي تقولي ماما والوفاة والحاجات دي بقى، يعني انت عايز تفهميني ان انت ما عيطتيش خالص في حياتك؟ عمري في حياتي ما عيطت. خالص؟ لا طبعا عمري ما عيطت خالص. ولا حتى وانت بتخرطي بصلة كده دموع نزلت كده مثلا؟ ها؟ ما عيطتيش دموع نزلت وانت واقفة كده؟ أو انت نايمة نزلت كده؟ أو متشقلبة نزلت كده؟ حصلش؟ لا 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 مش شخصيتي خالص. هو بيني وبينك الوش المقطقط ده والإيدين اللي شبه ال دي ما تخرطش بصل، دي تخرط كاكا، تخرط تفاح، تخرط كريز. أنا ليه طلب عندك بس خايف لتكسفيني. على حسب. ما تشيل الفاترينة بتاعت الكبة اللي انت حطها على عينيك دي. لو سمحتي بلاش بجد، يعني عينيك انت ظلمة عينيكي كده، ممكن اشيلها؟ يعني عايز اشوف عينيكي من تحت الازاز ده. عادي ممكن اقلعها، دي حفظ، انا عندي لينسز كمان لابسها وقار. يعني عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اوكي اشيل ولا هتعضي؟ اوعى تعضي. ماشي اقدم ايدي. الله، طب وبخبيهم ليه؟ ها؟ ايه رايك كده؟ سامعاك. ايه ده؟ سامعاك. سامعني؟ خلاص بقى شفت عينيا؟ ايه رايك؟ هات بقى النضارة، هات هات بقى. أقود إلا بالله. خد يا هاني، الله يحنن عليك. يا يحنن عليك. لحظة إيه يا عم بابا؟ إيه؟ بشويش علينا يا بابا. بقولك إيه؟ لو بتتنحنح بقى وبتقعد تتمحلس فيا عشان قادر أرجع الشغل تاني، فاعمل حسابك إن أنا مش هرجع تاني. أنا مش بكلمك عشان الموضوع ده، أنا بكلمك عشان تيجي تاخد فلوسك اللي ليك عندنا. لا والنبي، تعال خد الفلوس اللي عندنا، دلوقتي بقى ليا فلوس عندكم؟ اسمع، أنا عايز أشوف وشك ولا وش رشد بيه ولا وش رجلي. بس إحنا لينا حاجة عندك يا بوشكش. حاجة إيه؟ شوية ال شوية 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 الأسطوانات والأوراق ال إيه؟ أعلى مفخلك اركبه. يا نادي زبالة يا اللي ما فيهوش لعيب الا كسر بعد كسر. سلام يا مخربيه. انت اللي خلعته ولا هو اللي طردك بامانه؟ انا ما انت عارفه كل حاجه اهو. سالي ليه بقى؟ عشان عايزه اطمن عليك. هو انت بقى كنت بتشتغل مع ايه بالظبط؟ يعني كنت ماسك له التعاقدات بتاعه النادي بتاعه. وقبل التعاقدات بتاعه النادي اتعرفت عليه في ماتش اعتزالي. يا هاني، ده انت فكرتني باحلى ايام عمري، ماتش اعتزالي. بس مش عارف ليه عملوه يوم جمعه وساعه صلاه، انا نفسي افهم الموضوع. حاجة غريبة. انت عارف ان رشدي هلال ده حواليه شبهات ولا لا؟ ايه ماشي مع ابن الجيران يعني ولا ايه؟ بجد يا بوشكش انا ما بهرجش. الراجل ده سمعته زي الزفت، في ناس بتقول انه بيتاجر في السلاح، وناس تانية بتقول انه بيتاجر في المخدرات، وناس ثالثة بتقول ولا بلاش، مش عايزة اتكلم على اعراض حد. اعراض ايه؟ ده الراجل بقى معاه عيلين من الكلام اللي انت بتقوليه ده. وبعدين الراجل ده بصراحة بقى لو كان في حاجة عليه انا كان يعني كان زمانه اتمسك من زمان. انت عارف ان رشدي هلال مش سهل انه يتمسك. ليه يا ست بيجري بسرعة يعني ولا ايه؟ انا بس هتجرأ وهقدم لك بس هدية بسيطة كده. ميرسي. علبة عجبني الملمس بتاعها في القطايف كده. ميرسي حلو قوي. خليك. ايه ده؟ ايه؟ دي فاضية. ايوه انا اسف، اصلا كنت جايب واحدة تانية صغيرة كانت ارخص، فجبت جبت واحدة اغلى فشلتها بقى هنا كده. الهلال عشان تفتكريني في رمضان. الله حلو قوي. ميرسي يا بوشكش. عجبتك بجد والله؟ قوي تحفه. الله يخليكي. تهادوا تحابوا، عارفه؟ تهادوا تحابوا يعني نتهادى احنا الاثنين، فده بيبقى حب يعني. حب مش حب يعني، بس يعني حب فيه ود يعني. فانت لو وديتيني هديه زيها سلسله هتبقى انت فاكراني كويس في رمضان بالهلال، وانا فاكرك
بعد رمضان في شوال. سلسلة ها؟ يا ريت لو سلسلة تبقى بجد. بس أنا خايفة ما تعجبكش. أكيد هتعجبني والمصحف. والله أكيد هتعجبني. إيه ده يا هانية؟ ده بابا كسبها في آخر مصارع التيران ده ولا إيه؟ هايلة والله. عجبتك؟ آه طبعًا. مش من بابا؟ ممكن أجيب الشنطة بس؟ آه اتفضل. تقطع الجيم وسنين والسوق. على فكرة متشكر قوي على صينية الشاي اللي انت مقدمها لي دي. متشكر قوي يا هاني. العفو. بكر اسمع لآخر مرة، نفذ اللي قلت لك عليه. اوكي رشدي بيه. انا مش فاضي اللعب العيال ده. هيحصل بإيديك وأنا اللي بجداري. أنا سمحتوا يا جماعة عمرنا شاري. أنا قابل يا معلم. يلا أخوانا اللي ملوش لازم في القعدة يتكل على الله، عشان دي قعدة طيبة وعايزين نصفر النفوس. إيه يا رمزي؟ في حد يسيب التراوة الحنية دي ويمشي في تراوة هناك؟ يلا بينا يا عم. أنت بقى أوعى نضارب. الناس مشيوا. نعم على طول مقضيها كده، على طول مش معايا. ما احنا مع بعض في الرحله اهو يا ليلى. انت متاكد ان انت معايا؟ في ايه يا ليلى؟ يعني مفيش اي حاجه بتلفت نظرك ليا؟ لا طبعا اكيد في، يعني ده على الاقل كفايه رجولتك معايا. رجولتي؟ ليلى انا هنصحك نصيحه، اهتمي بنفسك شويه، بصي في مرايه، بلاش دور الواد اللي انت عايشه فيه ده طول الوقت. البسي فستان حسسي انك انثى ولو مره واحده. ميدو. نعم ميدو انا فرحانه قوي، انا مبسوطه قوي، انا بحبك قوي. نعم اخيرا قلتيها، ده هي دي الكلمه اللي انا نفسي اسمعها طول عمري. فهمتني غلط، كان في كلام بعد كلمه بحبك بس انت اللي قطعتني. ايوه عارف بحبك وبموت فيك وكل الحاجات اللطيفه بتاعت الحب دي انا عارف. اموري كنت عايزه تقولي ايه؟ ميدو انا كنت عاوزه اقولك ان انا بحبك زي اخويا. اخوكي؟ ايوه ميدو انا فرحانه قوي، فرحانه. طب ممكن اعرف انت فرحانه قوي كده ليه؟ اصل وائل غار منك يوم حفله عيد ميلادي وابتدى يهتم بيا اكتر من الاول، لدرجه انه بقى كل شويه بيكلمني، كل شويه بيكلمني. روشني يا ميدو، روشني. روشني يا ميدو؟ يعني انا السبب في ان وائل كل شويه بيكلمك وروشني يا ميدو كده؟ انا امي دعيالي. اوعى تكون لسه زعلان من اللي حصل يوم حفله عيد ميلادي. وائل طيب وقلبه ابيض بس هو عصبي شويه. ايه ده وائل. ايوه وائل. ثانية واحدة، شفت مستحملش يصبر دقيقتين عن إذنك. ضلي ضلي تحب في إيه ده؟ مش فاهم أنا. ماشي ضريبة المبعادة عندنا شربت بواحدة. إيه ده؟ بس يا جماعة إيه؟ 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 إيه يا عم حسين في إيه؟ أنت اللي دخلتني في الطريق الخطأ وهو البنزين خلص وما وصلناش اي حته. يا نهار اسود، يعني احنا كده تهنا؟ في سيجنال في الموبايل. من فضلك اهدي شويه يا مدام. اهدوا من فضلكم، اهدوا تلاقيه بعده في الريست شويه. شوف يا جدع انت، لو بنتي ليلى جالها حاجه مش هتشوف ابنك تاني. يا سلام، حد قال لك ودي بنتك الرحله؟ ايه المياصه دي؟ تعالي هنا، ما تجيش دعوه انت. خلاص احنا نطلع على مديريه الامن. يا سلام، انت بتهددني يا اخويا. اخرسي مش عارفه افتهي مع الراجل منك. يا سعاده البينا مديريه ولا حاجه، هم ساعتين زمن وهتلاقيهم بقوا هنا. وين ما جوش؟ يا سلام يا اختي، ما تربوا عيالكم الاول. يا اختي تربي انت الاول واخرسي بقى. يا جماعه انا المسؤول، عيالكم هيباتوا في بيوتهم النهارده. واحد من المافيوز المحترفين هو اللي يفكر المركز الثقافي الافريقي.
احنا تبع منظمة كبيرة قوي وياما نفذنا عمليات في جميع انحاء العالم، عايزين نحافظ على سمعتنا. بالعكس يا فندم، تفجير المركز الثقافي الافريقي مش محتاج واحد محترف، محتاج واحد يعرف يدخل ويخرج من المركز بسهولة. هو ده حامد صابر عارف الشهير بميدو والمسؤول عن صيانة الدش بالمركز. يا خبر اسود، شكله عبيد بشكل. لا لا لا، انا لا يمكن اقبل واحد زي ده. ولو قلت لحضرتك على مسؤوليته الشخصية. عارف يا سالم الغلطة تكلفك قد ايه؟ للأسف عارف يا فندم، عارف. عاوز تبتدي ازاي؟ عاوز حضرتك تديني 24 ساعة اكمل دراسة شخصية ميدو، بعدها حضرتك تاخد القرار اللي انت عاوزه. اوكي سالم، جو اهيد، يعني موافق. عزوز ميدو. ايه يا ميدو؟ ازيك يا زوز؟ يلا اركب، يلا بينا على فينا ميدو. هنروح للترزي عشان نقيس بدل الفرح. ميدو ما اقدرش يا ميدو، المحل مستهدف، ممكن تسرق في اي لحظه، ورقبتي اتلوحت من المراقبه. اقعد راقب معايا الناحيه دي وانا راقب الناحيه دي، وكلها نص ساعه والورديه تخلص. يعني هي جت على نص ساعه دي يا عزوز؟ انت شايف الحراميه واقفين على الباب قوي. طب روح يا ميدو وانا احصلك. يا بني ادم ما ينفعش، بقول لك انا هثبت الترزي علشان نروح نقيس بدل الفرح. يا ميدو ما تخليش الصداقه تاثر عليا في اوقات العمل الرسميه يا ميدو. بص بص بص، عدى ربع ساعه اهو، حصل حاجه؟ حصلش اي حاجه والمحل زي الفل. اركب بقى عليس بقى. انت شايف كده؟ ده انا شايف كده وشايف كده وشايف في كل الاتجاهات. عزمت العيال بتوع المعهد؟ عزمت ليلى ورمزي. وهو ده طبعا. ايه الصراحه المباشره بتاعتك دي؟ طب هاتها لي بالتدريج يا اخي. يلا امسك نفسك بقى، امسك. يا اخ عزوز. ايوه يا عم. احنا عيله ليها تقاليدها، يا ريت قبل ما تيجي تبقى تحدد ميعاد او تجيب معاك الست الوالده. ما هي ست والدتي بعتاني عشان اتكلم مع حضرتك في موضوع الزفه وكميه الطبل اللي في الفرقه وكده. الفرقه ميدو ابني هو اللي هيجيبها، فاهم؟ فما كانش في داعي تتعب نفسك طالع نازل ومعطلنا جنبك. انا هقوم افتح الباب. معلش يا عم. تعالى اقعد هنا. امي. وانت خليك هنا من فضلك. ها؟ ماشي يا عم. طيب. ايه يا ناهد؟ وانا من ساعة ما جيت وانت قاعدة ورا النضارة كده، انت بتراقب ايه بس؟ ما تقلعيها كده وتوريني عينيك على رومانسيتها كده. لعلمك انا بشوف اكتر من غير النضارة. الله، ما حدش قال لك ان عينيك حلوة قبل كده؟ يوه كتير. زي مين يعني؟ المرحومة ماما، وميدو اخويا لما يعوز يستلف مني فلوس، واحيانا بابا. الحمد لله. الشاي بارد قوي، ما تشرب. ايه اي سكر؟ لا، عايزك تلبسي النضاره. سياره اكل يا حيدر. هات يا مري. اتفضل. بيبي جماعي، بيبي جماعي. ايه فرخه بعت لي جواب ولا ايه؟ انا رشدي هلال يا بوشكش. مش عيب عليك يا راجل لما سلمني اسطوانه مضروبه. عموما انا كنت عامل حسابي على كده. لو عايزين في الحبل المشنقه نفذ اللي هقولك عليه. النهارده المساجين هتترحل على النيابه. الراجل اللي معاك ده كلبش في كلبش هيكون راجل من رجالتك. كل اللي في الحجز معاك قابضين وهيوسعوا لك سكه. اوعى. النور هيتقطع من جوه الاسم. الرجاله اللي موجوده هتحجز على العساكر وهيوسعوا لك سكه انت والراجل اللي معاك. هتخرج من جوه الحجز على طول. تروح تجيب الاسطوانه وتبلغني بالمكان اللي انت قاعد فيه عشان ابعت لك رجالتي يجيبوك لحد عندي معزز مكرم. مساء الخير يا حاج، ممكن تليفون؟ اه اتفضل يا باشا. بعد اذنك تليفون من غير ازعاج بس لو سمحت. انا اسف لو انا بزعجك ولا حاجه. الو، لسه جرس. الو الو. بوشكش بوشكش. ايوه هانيا. وحشتني. ايوه ايوه انا بوشكش. انا بوشكش. ايوه يا ست هربت مش وقته. ايوه هربت. اسمعيني كويس، وحشتيني. انت كمان وحشتني قوي. انت جبت الحاجه اللي انا قلت لك عليها ولا؟ اه اتفضل.
يلا بقى مبوشكش. ايه ده؟ يلا مش جبت السكيه؟ جبت الايه؟ السكيه اللي في ايديك. ايه السكيه ده؟ ايه السكيه ده؟ السكيه اللي في ايديك ده. ده اسمه السكيه اللي في ايديك ده؟ امال اسمه ايه؟ اسمه سيدي. انت مالك بتطجن ليه كده؟ بقى اسمه سيدي. سيديل. اه سيديل بس يا نص. بقول لك ايه؟ نعم. عشان عندكم زفر؟ اه في زفر. في زفر. اه في زفر. تاكل زفر؟ ايه رايك؟ شغال. شغال ايه؟ شغال اكل. شغال اكل؟ هي بقت مهنه؟ الاكل عندك بقى مهنه؟ شغال اكل؟ في معده تستحمل يعني ولا؟ بعون الله. خلاص بعون الله. انت هتزق عربيه نقل خلاص. قومي بقى. قومي قومي اعملي لنا ها؟ اعملي لنا اكله كده حلوه ها؟ حاضر من عينيا. ممكن ابوسها ولا دي فيها حاجه؟ براحتك. بس ابعد نفسك عشان ما ارجعش على ايديها. ابعد نفسك. اكله حلوه كده. ماشي. ماشي اوكي. عن اذنك. اتفضلي اتفضلي. حط منوم في الاكل للجحش اللي معايا. تعاملاتكم الشيكي بتخليني افكر ان انا ابني مستشفيات خيريه اكتر عشان اقدر اوفر لكم كميات الميلاتونين اللي انتم محتاجينها. هذا بتاع ايه بقى؟ انا اقول لك بتاع ايه؟ ماده الميلاتونين موجوده في مخ الانسان بالتحديد النخاع. لو خدت ماده الميلاتونين من مخ الانسان بكميه زياده شويه الانسان ده ممكن يموت، ولو عاش هيعيش بفقدان الذاكره زي العيان بمرض الزهايمر. جزئيه بسيطه اتكلم فيها دكتور مصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود. مصطفى محمود. الشيخوخه بتضعف والنتيجه ان الانسان يبتدي الذاكره تهوي ويبتدي ينسى وما يعرفش كان امبارح ايه وعمل ايه ولا المفروض النمر التليفونات تتمسح من طلع راجل كارثه. وانا اللي كنت فاكره انه كبير وهيبقى تاجر مخدرات. ده في حاجات اخطر من المخدرات بكتير. اسمعي هانيا بوسكاش، مش عايز السلسله؟ عارفه هانيا السلسله دي زمان كانت بتجيب لي الحظ، كنت فاكر انها بتعمل لي حاجات كتير قوي حلوه في حياتي، بس من ساعه ما ضاعت جابت لي حاجه احلى بكتير. انت يا هانيا مش عايزه تقولي لي حاجه يعني بجد يعني مفيش. بوشكاش عايزة ايه يا بنت بقى؟ عايزة ايه؟ ترجع لي تاني؟ أنا وحظ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ايدك فوق يا ولا، شايفك، أنا شايفك. شرفت يا أخويا. بتبص لهم كده ليه؟ مش عاجبك منظرهم؟ لا أبداً يا بابا. ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ آه. إيه آه دي؟ انت مخنوق مني ولا حاجة؟ ولا قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ رد عليا يا ياض. قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ بص في وشي ولا وشي مش عاجبك يا ياض؟ لا يا بابا استغفر الله العظيم، دي خلقة ربنا. ولما هي خلقة ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟ آسف يا بابا. انت بتسخطني في كتفي، اتجننت، عاوز تخرم كتفي. دماغك اهي. انت كمان بتديني بالدماغ، ده انا هقطعك. عارف يعني ايه افتكر؟ يا بابا خلاص خلاص بعد ايه؟ اوعي اوعي امسك النضارة. حرام. اوعي اوعي حرام. اوعي حرام. الصبح منرفز بابا، الظهر منرفز بابا، الساعة 6 الا 3 منرفز بابا. ادخل اوضتك بقى، ما تقفش قدام، ادخل ادخل. اصبح طاري عيني بالبتاع اللي في ايدك انت اخرى. انا كنت داخل هو اللي وقفني. وقفتك ليه؟ عامل لك كمين؟ هشوف رخصك يا اخويا. برمي مرايا عليك يا ادخل يا راجل بقى ادخل ادخل. حاضر حاضر اتفضل يا بابا اتفضل. شفتي بيحلف طاقيه ازاي؟ شفتي شفتي اكسرها روحها اكسرها اكسرها يا جبان. تاتي يا رب. شفتي بيخبط كف على كف كايه يعني؟ انا راجل مجنون واقف قدامه
يا نهار ابيض، انت بتضربني بره البيت يا بابا؟ مين حضرتك؟ عملت ايدك كده دلوقتي ناحيه الباب؟ يعني اطلع بره؟ انا كلمتك. حضرتك عملت كده؟ طب روح روح. حضرتك بتلويني دراعي كمان؟ انا هرب. يا ولد المجانين. اسكت يا ميدو، حلمت لك امبارح حته حلم يا رب يجعله من حظك ومن نصيبك. خير يا ناهد؟ خير، اللهم اجعله خير. حلمت ان انت قاعد في مكان واسع وفي ناس كتير، وفي اخر المكان ده بنت واقفه زي القمر، لابسه ابيض في ابيض وعماله تبص لك يا شيخ، وانت مش واخد بالك منها خالص. ها. وكل شويه تقرب لك حبه وتبص لك حديد، وانت برضو مش واخد بالك منها خالص. لا ماليش حق. وبعدين وعلى غفله ها. قربت لك قوي ها. ومدت ايديها ومسكت ايدك، وهوب راحت شدة من ايدك البرشام اللي كنت بتغش منه، وطردتك بره اللجنة ولغيت لك الامتحان بره. البنت مرنة اتصلت بيك، اتصل بيها لحسن تتصل مرة تانية وابوك يرد عليها. بره. وط 7 6 6. الو فري، ازيك؟ معلش ما عرفتش اكلمك الصبح. بقول لك ايه، هو احنا هنفضل مقضينا تليفونات كده طول الوقت ولا ايه؟ طب ما تخليني اشوفك ولو مره واحده. اصل انا معرفش يعني انتي طويله ولا قصيره ولا تخينه ولا رفيعه ولا بيضه ولا سمرة، يعني اوصفي لي شكلك كده وحاولي تكذبي عليا. لا لا معقول، انتي جامده جدا بقى على كده. اه بنت خالتك؟ ولا يهمك، هاتيها معاكي، هاتيها وانا هجيب واحد صاحبي. ماشي سلام. بقولك ايه، انا هعرفك ازاي؟ بلوزه حمرا. ماشي باي باي. بوشكاش محفوظ ده خلاص بقى كارت محروق. تخيلي يا هانيا، مصر كلها بتتكلم على العلقه اللي كانها في مكتب بكر. بس ده خبر حلو برضه. طب وايه الحلو في كده يعني؟ حلو انه هيبقى محروق وعايز يرد اعتباره باي شكل. اسمع من الاخر كده، انا عايزك تعرف لي كل المعلومات عن بوشكاش محفوظ ده. اوكي. هجيب السلسلة، يعني هجيب السلسلة. أعدك يا هانيا. موسيقى
توفى بقى قبل ما ابنها ياخد السلسله. ربنا يسوقك يا زمزم انت فين؟ مفيش غير ان انا اروح على عليه رشوه على طول، بس ساعتها ممكن يلبسوني قضيه. مجرمه. نعم بونجور مسيو، بونجور حضرات الساده المشاهدين، ان هذه المتهمه الماثله امامكم قد اخذت السلسله عامده متعمدة هازلة بكل القوانين. اوه سترول، لا مش انا خالص. خش يا زمزم الكلب باسرك ده واخسرك. خش يا حرامي يا حرامي، دي مش شنطه يا حرامي. يا لا اوعى اوعى يا حرامي. بيصيح الشنطة مدموزيل، خلي بالك من نفسك. معاك تاكسي ولا رواحك؟ اسمه تاكسي. انت عارف الفيديو ده لو وقع في ايد اي حد تاني ايه اللي ممكن يحصل؟ يا باشا انت قلقان ليه؟ اذا كان الوقت المصوراتي مات. ايوه بس مين قال لك ان الفيديو ده مش ملعوب لحساب حد تاني؟ اسمع بكر، انا عايز الفيديو ده باي تمن. مش بعيد ابدا الواد ديمتري ده يكون هو اللي صوره. لا ديمتري ما يعملش كده، ده راجلنا من زمان، المساله ما توصلش معاه لكده. وبعدين انا مش عارف احنا ليه عملنا معاه كده. ومالك بتدافع عنه كده زي ما يكون جوز خالتك؟ لا وانا هدافع عنه ليه؟ انا شاكك في هانيا الغندور. الثقه اللي كانت بتتكلم بيها معناها ان هي مأمنه نفسها بحاجه. 100% هي اللي بعتت الواد المصوراتي ده. مصوراتي؟ ازاي الموضوع ده ما جاش على بالنا قبل كده؟ اسمع بكر، انا عايزك تنفذ الكلام اللي هقول لك عليه ده بالحرف الواحد. يسير هنا؟ ميرسي قوي على الشكر، يعني التوصيله دي بجد 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 من قلبي انا بشكرك جدا. العفو عليا. ممكن اطلب منك طلب؟ انت رجعتي ورا وانا هعضك ولا ايه؟ رجعتي ورا لي كده. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. وانا هشوفك تاني. ايه؟ بص يا ستي، ده الكارت بتاع الجيم بس كتبت لك عليه نمرتي. طيب اوكي شكرا قوي، بس انا يعني ما كنتش عايز الكارت ده، بس هخليه. بقول ايه؟ انا اسف، عايز اقول لك على حاجه. يعني انا بصراحه يعني انا لبس كده كويس؟ كويس، اشمعنى؟ بصراحة يعني احنا جايين ضيوف، فضيوف يعني عارفة اللي هم بالكده، فناس محترمة. ما قلت لك كويس ليه؟ حاسس انه يعني شعر صدري هنا كده شكله كده عارفة بايخ، مش عايزه حاجة كده تكسره، صح؟ ها؟ سلسلة يعني ساعة، يعني لو سلسلة بقى وفيها ساعة يا تبقى حاجه جميله. فانت بقى معاكيش السلسله فيها ساعه؟ لا معيش. انت تستعبط يا بنت. ايه ده؟ انا ايه ده؟ ايه ده؟ في قله ادب كده وسفاله كده؟ ده انا اسف جدا والله. باي. انا ميدو. اديني اماره. عمارة ازاي يعني؟ وريني بطاقتك. بطاقتي ايه؟ انت شايفاني علشان تشوفي بطاقتي؟ ما هو حضرتك اللي هتقراها لي. ابوكي جوه؟ لا بابا مش هنا. والله هتلاقيه هنا وانت مش شايفاه. بس في واحد عريس قاعد جوه. وازاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ما هو ابوكي اخويا اللي اداله الميعاد، وبعدين هو مش موجود. ليه راح فين ابوكي؟ تقريبا كده طلبوه في المعهد عندك. طلبوه في المعهد؟ يا نهار اسود ومنيل. طب كان في نضارة بتاعتي هنا. دور عليها.
الجدار الاستيل التانية. هاي هاي خلاص 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 لقيتها. طيب روحي انت اعملي لنا شاي وانا هخش له من عيني. ايوه كده. لا 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 مستحيل الصوت ده مستحيل. معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه انا عارف. لا 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 ارجوك. معلش انا اسف. اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتاقي شويه والباب ضرفتين زي ما انت شايف والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا وسهلا. الشاي انا اهل. ليه بتعلي صوتك ليه كده؟ ايوه ما هو حضرتك اصله ناهد مش جنبي لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا بخاف من الضلمه. انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخه. الله يكون في عون حضرتك. يعني انا اسف معلش. طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا اهدى مفيش حاجه ده الشاي. اهدى بس اهدى هدي اعصاب. ميرسي يا ناهد. ها كنا ايه يا ناهد؟ لا انت هتقعدي ولا ايه؟ عيب روحي اوضتك. بصوا كلام. لا معلش ها يا سيدي. حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات. انا فنان مبدع. ممثل يعني؟ لا نقاش وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على امكانيات يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي. ما عنديش فلوس ما عنديش الحاجات دي. امال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق خير وبركه كسبت فنان مبدع. رافض ما تفرقش معايا مش اول مره ترفض. يا سلام بجد. رد. حاضر. رد بسرعه. الو يا عزوز. قربت ما بالراب. انا في البيت. لا معلش اصل عندنا عريس اعصابه تعبانه شويه. وطي صوتك ابوس رجلك. اوكي. انت ليك عين تيجي هنا بعد ما بوصل العربيه وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ فظيع. احترم نفسك بدل ما مد ايدي عليك. ده اعصابه تعبانه قوي. اعصابه تعبانه على روحه يا بابا. مش عليا انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده. انت مش موافق. اطلع بره. برا انت موطي صوتك. موطي فظيع. استخف ليه كده؟ انت بتقعد حاطط رجلي قدامي. يا بابا انا فاكر خرجت. خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. يا بابا انا ما بقولش كده. اسف. انت بتوقعني في صدري. ما هو اسف دماغك. يا بابا مش تضربني بالدماغ. ده انا لا لا بقى وطي صوتك بقى. ارجوك وطي صوتك. انا حوالي خد اقطع مين دلوقتي؟ يما كفايه اكل خضره بقى. مش الدكتور قال لك خفي منها؟ يا اخويا ده انت عيالك سودا. يا اختي قبيله غلط. يا اختي يا بطه يا اختي. بقول لك ايه يا عزوز؟ ايه؟ شفت لك منام اسمه زي وشك. انت هتتجوز يا واد. انا هتجوز يما؟ وهتبقى مين العروسه بقى؟ ايه رايك في ناهد اخت ميدو؟ بس انا خاف اتقدم لها ويرفضوني واخسر ميدو صاحبي. ليه؟ ما انت معاك دبلومه قد الدنيا. ايوه بس ابوها طالع فيها حبتين. سيب لي انا الموضوع ده، المهم انت موافق عليها؟ طبعا موافق يما. ناهد بنت ناس وطيبه ومتربيه. موضوع النظارات والنظر ده مقدور عليه. بس انا سامع ان جالها عريس ورفضوه. بس ياما الجواز محتاج فلوس كتير ومصاريف وانا مش ناقص حرق الدم. مالكش دعوه ربنا يسهل. يعني هتساعديني ياما؟ منين يا حسره ياما؟ ما المكافاه بتاعت ابويا الله يرحمه موجوده كلها وما صرفتيش منها حاجه. عشان الاخضر اذا رخصتي ده انا معايا منهم مليم احمر. طب ما تدعيش على نفسك لربنا يستجيب منك وتخضر مني بجد وما اعرفش اتصرف فيكي. ما تفك كيسك وطلع تحت البلاطه. ايوه ياما بس محتاج له مساعدتك برضه. خلاص لما يوافقوا الاول. يا رب ياما يرزقك بفدانين خاص تجري فيهم وتاكلي لحد ما تشبعي. يا قادر يا كريم يا رب.
تتكلم يا واد. تتكلم انت يا ماما. ما تتكلم يا بابا. اتكلم اقول ايه؟ انا فاهم حاجة؟ في امانة عندكو وجايين ناخدها. امانة ايه؟ انت عملت ايه يا واد تاني؟ والله يا بابا ما عملت حاجة. امانة ايه ياما بس انت جاي تفك وديعة؟ عم صابر يعني الامانة دي تبقى ناهد وانا جاي اخطبها ان شاء الله يعني. وانت عرفت ناهد امتى؟ انت يا عم صابر ده انا ساكن قدامكم بقالي 25 سنة مش هعرفها ازاي. ما خدتش بالي منك خالص. مالكش طلة. والاستاذ شغال فين؟ في الكشافة؟ لا يا عم ده انا ضابط امن. اه وانت ايه رايك يا ميدو في امكانياته ووضعه المادي شكله طريقة كلامه؟ والله يا بابا اللي انا عارفه ان هو راقد له على قرشين كده. والقرشين دول يستروا اختك في الجواز؟ هو حتى لو ما حصلش احنا ممكن نقلبه في القرشين دول. تقلب ايه يا ريدي؟ بهزر يا بابا بهزر والله بهزر. يلا ارجع. حاضر حاضر. عموما يا بابا احنا مش هنلاقي احسن من عزوز. مبدئيا انا ما عنديش مانع بس ناخد راي نهدي الاول. ادوني فرصه افكر. هو المكان نفس الرسمة. حلو قوي. عندكم حديد؟ عندكم. انتوا أرخص ولا عايز الدخيلة؟ بيس يا مان بيس. بيس لو سمحت خليل دي في الأمانات عندك. لا اسف جدا اندمجت في التمرين ف نتمشى. والله فكرة حيلة يعني عشان خاطر كمان التمشية حلوة وناخد وندي مع بعض في الكلام. مش حلوة ولا ايه؟ هي الفورة من كام؟ فورة ايه؟ ده تلعب كوتشينة. اجري اجري ايه؟ يعني انا اوصل الكيلو كام عشان ابقى انا كسبت؟ اجري يا بوشكش اجري اكمل لحد فين؟ ده انا خلاص هموت. اجري خلاص ما تتعب. ده انا بحتضر قدامك. ده انت شوية هتلاقي فانيلا وبنطلون بس بيجروا على العجلة قدامي. ضربت ليه؟ رجلي اتلوت. رجلي اتلوت؟ اه. مين اللي زعلها؟ الحقني سندني وشلني. الحقني سندني وشلني الثلاثة مع بعض؟ الحقني سندني وشلني. أنا مش قادر أنفى مش قادر أنفى مش قادر آخد نفسي. أنا نفسي هيتقطع يا هانيا. آه. إيه اللي أنت بتقوله لي في التليفون ده؟ يعني إحنا هنفضل تحت رحمة الست دي لغاية ما تفتكر مين اللي كلمه بالتليفون؟
بعدين افرض انها مكالمه غراميه ولا اي قرف من النوع ده. يا رشدي بيه انا بجري ورا اي خيط يوصلنا للاسطوانه، انا هخلي الرجاله يربطوا قدام بيت الواد ده للست دي، وانا عشان مصالحنا ما تتعطلش هسافر بدل بوشكاش اخلص صفقه اللعيب الجديد. لعيب ايه وزفت ايه؟ انت مالكش سفر غير لما تلاقي الديسك. بوشكاش مش موضوعنا دلوقتي. خلاص يا فندم، بوشكاش مش موضوعنا دلوقتي. العربيات البايظه دي يعني. ايه العربيات دي؟ ده بتسحب لوحدها وعفره، ومفيش عربيات بتعمل عفره. هانيا ايه الرزع ده؟ ايه الرزع اللي عندكم ده؟ يا 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 ما تكذبش عليا، ما تخليش امد ايدي عليك. يا 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 الدنيا على ضربه، اقول الدنيا على ضربه. شوف انت والله مذاكر والمصحف مذاكر واخد جايزه احسن شاب في البني ادمين. حرامي في البيت. لحظه واحده، انت كل يوم ايه؟ استاذ بوشكش زميلي في الجيم. اوف ده مؤاخذه يا استاذ. ايه ده؟ شفت يا زفت؟ خليك منظرنا زباله قدام ضيوف، لكن حسابنا معاه بعدين. هو لسه حضرتك هتتحاسب معاه بعدين؟ اتفضل يا استاذ بشاكش. بوشكش يا فندم، بوشكش حضرتك. ملايين بشاكش. ايوه، هو مين ابو حضرتكم فيه؟ يعني مين ابو التاني مين؟ ايوه طبعا. والله واثق من زورك، اتفضل حضرتك. يا بابا يا بابا. لا انا جاي حضرتك، بس كنت بأمن على الباب. هو بابا بيشتغل ايه؟ دكتور مخ واعصاب. مجنون يعني؟ احترم نفسك. ما تنزل ايدك يا ابني. والله هي اللي مرفوعه هتبجيني من احتراما لحضرتك يعني. قوم سلم يا زفت. حاضر. مش انت. حاضر. قوم انت. هاي دود واتس اب مان، كول مي 50 سنت سنت سنت. ما تجيب القناه الاولى فيها بني ادمين عن دول. يا مسرور. مين مسرور ده؟ السياف بتاع القصر؟ سياف القصر عندكم هنا؟ العيله دي ببقى عارف بالاشكال دي بيبقى سياف. ليهم سياف. طباخ. الطباخ؟ حضر الغداء يا مسرور. حاضر يا باشا. ولا عزوز زوز زوز يا زوزو. ولا زوزو ولا عزوز. ايدك الشك في ايدك يا رماد الطوبه. امسك الولد ده، خد ورق ولا خد. هو فين يا اخويا اللي جاري ده؟ تريش انا هجيبولك الواد ده معلقه من قفاه. عزوز فين بقى؟ قطيعه. انت يا واد يا عزوز انت بتطير. كلم يا ميدو. في ايه يا ميدو؟ يلا عزوز خش اضرب لك طقم كده في الشياكه عشان عندنا سهره تمام النهارده. يلا يا عم سيب لي انام شويه، انا لسه جاي من الشغل دلوقتي ومش خارج النهارده. يا بني ادم معايا موزز افهم. موزز يلا هغير هدوم واجي لك على طول. يلا يا عم ميدو. ايه يا عم انت ده؟ انت بتنادى عليا كده ليه؟ وانا تايه ولا ايه؟ حلوين يالا. حلوين يالا. حلوين انا عمري ما شفتهم. بس صوتها في التليفون يالا عزوز اصلي. تعالت في اي حاجه فيها ده مربوطه. بس هنركب كلنا على الموتوسيكل يا ميدو، كده الموتوسيكل هيتضايق منك. عيب يالا يا وليد، عندي على صاحبك برضه. ايه ده؟ مفاتيح عربيه ابويا. ايه؟ قشطه. رحنا في داهيه. ايه الفال ده؟ فال جديد يالا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب افتح لي الباب. استنى
حياتك. ما قلتليش يا ميدو. ها البنات دي انا اعرفها ازاي؟ هي قالت لي هتلبس بلوزه حمراء. حمراء؟ وده لون يتلبس بالليل ولا بالنهار وحياتك؟ عزوز ايه؟ ايه بلوزة الحمراء في هناك اهي. خش بقى بس. مش رقم تليفوني برضه 67-33-46؟ مش نمرتي. لا نمرتك يا ميدو نمرته. لا يا عزوز انا غيرت نمرتي بس لسه ما تتهلوش. الانكار مش هيفيدك. احنا قطعنا 4 تذاكر يلا بينا نخش السينما. اوبا ده انا نسيت الفلوس في البيت. دونت وري انا معايا فلوس. وني كمان. طب انا ثواني انزل اركن العربيه لحسن ركنها صف خامس بدل ما الونش يجي يشيلها اصلها مش عربيتي. مفيش ونش بيعدي من هنا. يلا بسرعه عشان نلحق الفيلم. يلا اخص عليك يا ميدو. يلا ما تقطعش هتيجي يعني هتيجي. It wasn't updated. Okay, an appointment. I keep my appointments. We have door issues. I called you. I called you at 7 o'clock. I get up early. I need more sleep. Come back in a month. Come back? What makes you think I'd come back? إذا في دبان في وشك ولا إيه؟ ايه في ايه انت بتبص لي كده ليه؟ هو انت مش حاسس اللي انا حاسه؟ لا خالص. يا خساره. بص بص على الفيلم. ايه 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 You're married. يا ناس اهو بدخن في السينما اهو وفي موكيت اهو. هو ما حدش بيطلعني بره ليه؟ I know you're a criminal. Probably a felon. معلش معلش انا اصلي باكل بالايد دي. معلش. ما انا برضو ماسك الكيس بالايد دي يعني باكل بدي وماسك بدي. لو عندي ايد تالتة كنت اديتها لك. لو سمحت لو سمحت في واحده عايزه تمسك ايدي. بعدين معاك يا فريده. خلاص ده انت معروفه هنا بقى. طب ايش تقولي؟ مش تقولي يا فريده؟ مش تقولي انك معروفه هنا يا فريده؟ ولا 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 انت يعني مجمله اهلي لما اخذه يا جماعه؟ معلش قولي يا فريده. يا ساتر دي بنات بنتهية يا راجل. بنتهية ده وشهم بطل من زمان. بقول لك يا ميدو هو انت بتعرف الاماكن دي منين؟ من على الانترنت. كده مش عشان تهوى عليه شويه عشان يشد معاك يا اخي. يشد. وانتبهنا بعد ما زال الرحيل وافقنا وليت أنا لا نفيد. انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ ايه ما انت فاكر ايه؟ ده تلاقيه صاحب الغرزة. لا يا عم ده مجنون. بقولك ايه يا معلم؟ هو العود اللي معاك ده ما بيجيبش اغنية اي دمعة حزن؟ لا ما تجيش الساعة دي. يقظة اطاحت باحلام القرار. يا راجل يا راجل سيبك من السكة دي روح اتعالج. امسك. Thank you.
ام كلثوم لو كانت عايشه وشافت عشماوي ده بيغني كانت ضربته بالنار. ده باين عليه ما سمعش راديو قبل كده. اوبا لجنه. قلت لك يا ميدو بلاش نشرب. بقول لك ايه يا عزوز، اثبت كده ما توترنيش، اثبت خلينا نشوف هنعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ انا ارجع بضهري ونهرب هوا. لجنة تاني. هو ابوك ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ تلاقيه بيفصل في الكفالة. ميدو. نعم. الراجل اللي هناك ده قاعد مركز معانا كده ليه؟ ماكش دعوة بيه، اعمل نفسك مش شايفه. المهم هو ما شفناش. ايه ايه ايه؟ لا لا يا باشا العفو بنفسك، سيادتك سيادتك بتسرق لي بنفسك كده. ما يصحش يا باشا. لا لا طب اساعد حضرتك يعني. ماشي ماشي يا عزوز. موضوع هو اخرس ولا ايه؟ مش عارف. ماشي وماله وماله برضه وماله، مقاس سيادتك يعني مش كبير شويه على وماله برضه. حاضر ما حصلش اي حاجه. حاضر. ولا عزوز تفتكر هيسرقها ولا بيجربها؟ ده ولا حرامي ولا ايه؟ لا بيجربها بيجربها. ماشي 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 هديها لك، ما تخافش يعني ما تغلاش عليكم. وخد البنطلون كمان. يا ميدو بنطلون ايه؟ هيبقى طقم شيك يا عزوز، اسمع الكلام. يا ميدو بقول لك ايه؟ هيبقى حلو عليك. انا يا ميدو كنت لحقت نفسي يا عزوز. الحقونا. الو يا ميدو، عايز جزمه واجي لك على الاسم. أنا اسم المرة دي. طيب طيب هاجي لك حالا نص ساعة بالظبط. جزمة. إيه الاستباحة الغريبة؟ مش فاهم اللعيب الكسيحة ده، يعني معمول له الحفلة دي كلها مخصوص عشانه؟ أنا مش فاهم. لا مؤاخذة أنا آسف جدا. أنا آسف. هلسة هانية. عايزك في كلمتين بعد البرنامج. وأنا تحت أمرك بعد البرنامج. يلا يا رب. مين البت دي؟ دي بنت مذيعة شايفة نفسها حبتين. شايفة نفسها؟ تقف قدام المراية كتير يعني ولا ايه؟ حتى تضحك تاني؟ خلاص خلاص البرنامج البرنامج اتفضل. مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك؟ كيف المشكلة؟ والله انا سعيد جدا، كل ما بشوف وش حضرتك بتفائل بيه، بخسر المباراة اللي بعدها. ما تخليك جدع وتخلي المصور يقص لنا كام صورة كده لرز الهلال وال40 حرامي بتوعه بسرعة. تحب اكلمه لك؟ انا اتعاملت تاني معاه مرة قبل كده. عارفة مين هناك ده؟ طبعا عارفاه، بكر العصفوره بتاعت رز الهلال. يا بنتي لا مش ده، التاني اللي جنبه. مين ده؟ ده بقى يا ستي بوشكش محفوظ اللي شهرته بوشكش، فرخه بكشك عند بكر ورشدي هلال، معاهم في النادي سمسار. لعيبه ايه عتيق، يجيب اللعيب من دول ما يقعدش معاه اكتر من خمس دقايق ويكون ماضي. كارثه بقى. كاريرو رشدي بيه كرياس. هارد لك. وبجد فعلا بشهاده من الكابتن بكر، فعلا بفضل دي بجد. وبعدين بصي للاعيب هنا حضرتك، لما تلاقي عنده الفك الشمال رامي على ناحيه الشمال، تعرف ان السمانه مقلوظه. انجازات رشد بيه هلال السنه دي مش في مجال الكره بس، لا ده في مجالات شتى. لانه بيعمل جمعيات خيريه، مستشفيات، وسمعتها واضحه. صحيح بيركز في الكره يعني، لان الشعب المصري طبعا بيحب الكره، احنا كلنا مصريين بنحب الكره. طبعا طبعا بحب مصر. بحب مصر. وحضرتك بتحب مصر؟ طبعا. وانا بحب مصر. مال. وحضرتك وكل ده وانا بحبك. انا انت اكيد بتحب مصر برضه. طبعا كلنا مصريين. كلنا مصريين من قلوبنا بجد. مال. حضرتك حضرتك لو مسكنا دراع حضرتك ده وقطعنا كده، طيرنا بقيت كتعه، هينزل ايه من دراعك؟ دم. الدم ده فيه ايه؟ كرات حمراء وكرات بيضاء، يعني اهلي وزمالك. مصر تحيا مصر بجد من قلوبنا. شيل ايدك شيل ايدك. هو عادي عادي تقع في مناخيرك كده يا بابا؟ انت مش هتوقف في مناخيرك. كابتن بوشكش. ايوه فندم. هل ممكن نروح لكاس العالم؟ احنا مش هنروح لكاس العالم، احنا كاس العالم هو اللي هيجي لنا وفي تاكس.
واحنا فعلا قدرنا نتعاقد مع 7 لعيبه سوبر اهمهم واعظمهم على قائمه الموجودين كابتن مناخيره شيل ايدك كابتن سلعاوي بجد يعني هو ده اللي احنا وان شاء الله باذن الله فاضلنا في الفتره الجايه يا دوب حارس مرمى ويبقى كده قدرنا نبقى جاهزين للموسم الجديد بس الكابتن بوشكاش ناقصنا جون كمان يا ستوب ستوب ايه يا كابتن بكر ايه مالك ما هو حارس مرمى هي يعني جون ما تتكلمش في مواضيع دي خالص من المواضيع دي الله هي ناقصه يا كابتن بكر وانت يا عم هتقعد تشيل ايدك من مناخيرك الله ثانيه واحده لو سمحت انت عايز تمخرب قول ستوب بيديك 5 دقايق نخربها على جنب مش اكشن تسجيل تروح تضرب صباعك بتطير صاروخ في الفضاء انت ايه انت ما بتحسش يا اخي انت مش بني ادم كابتن بوشكاش بما انك وكيل لاعبين وميم ايوه ممكن تدينا فكره عن مشكله الحضري سؤال ذكي جدا على فكره بالنسبه لموضوع حسام الحضري حسام عصام الحضري ايه ده عصام الحضري لا دي فكره خاطئه زي ما حصل عند كل الشعب هو مش عصام هو حسام عصام ده كبير انا سالين انا عارف الاثنين توينز يعني توام تعرف الانجليزي اثنين توينز يعني توام الاثنين هو واحد سابق والثاني قبلها باربع سنين ده ساعات بيبقى حسام الحضري وفي البريك بيروح منزل عصام الحضري فتحس ان الواد فيتنس جامد انما هو اثنين واحد نزل قبل واحد باربع سنين فهي دي المعلومه اللي ارجو ان انا بصلحها عند الشعب المصري كله وكل الجماهير الحبيبه العاشقه لنادي الترسانه ايه ده كان بيلعب في الاهلي بيلعب في الاهلي شيل ايدك من لعبه في مناخيرك يا نهار ابيض انا سايب خطيبتي في الشارع بقى لي ساعه مرطوعه هروح لها دلوقتي وهظبط لك المصور قبل ما امشي طب بس اوعى تنسى لا عيب يلا هشوفك سلام سلام شيك ب 20 مليون دولار مسيو جان تعاملاتكم الشيكي بتخليني افكر ان انا ابني مستشفيات خيريه اكتر عشان اقدر اوفر لكم كميات الميلاتونين اللي انتم محتاجينها وبشكر ايضا الكابتن الكبير بتاعنا اللي على راسنا كلنا كابتن رشدي بيه هلال على المجهودات العظيمه اللي قايم بيها عشان خاطر السنه دي نقدر ننافس تماما وبالظبط ننافس في زي السنه اللي ديكها وزي السنه اللي فاتت بالظبط يعني كل سنه وبنت حضرتك طيبه يا فندم طال عمرك يا استاذ اقدم لك نفسي طلعت عبد الله اكبر مشرفي مع الالكترونيات والكلاسيك مع رمزي يعني طب ثانيه واحده واضح ان حضرتك مش عارفني ولذلك سبتني ومشيت مع اني عرفتك بنفسي انت عايز مني ايه يا رمزي ايوه بابا رموز اكلم بابا بسرعه اقدم لك الاستاذ طلعت طب يا سيدي اعمل ايه يعني تشربنا بابا شغله اي حاجه رئيس مجلس الاداره مدير الشركه نائب مدير الشركه ما تبنوا الشركه احسن ايه الكلام ده بقولك ايه كنت عليها بكره انت حابها كده شكرا مبروك في ايه طالما بابا عمل كده يبقى مش هتشتغل خالص يسمع ببقك ربنا شكرا يا مرموزه انه عبيط ده ولا ايه سنسوال هو بيبيتو سنسوال هو بيبيتو مستكسي هو بيبيتو مستكسي هدا انا ميدو كل سنه وانت طيبه وانت طيب نسيت اعرفك ميدو صاحب رمزي اهلا يا اخو وائل البوي فريند بتاعي وباباك يعرف الموضوع ده لا طبعا ها قلت ايه مش وقت الكلام ده بقى تعال معايا عشان خاطري انا مش عارف ازاي انت بتفكري في الحاجات دي يلا تعالى يا حبيبي ما حدش واخد باله مش وقته وازاي بتفكري في الحاجات دي يا روح تعمل ايه مع القطه ده رجالك اني فيهم ده دي القعده اللي انتوا جايين تقعدوها ان بعض الظن اسمها هاي استاذ بوي فريند ايه اللي جابه هنا قدامك طريق واعر وطريق مفروش بالنور
هدى قومي نرقصيك من كلام الفاضي ده عشان خاطري سيبني شويه. باين عليه خايف من حاجه كده في الفنجان. اخاف من ايه يعني؟ تكون حاجه كده ولا كده ولا ايه؟ خليك في نفسك لو سمحت. وانت يا ست خلصينا الطريق الوعر مليان مطبات يا بنتي. ايوه ما انت مش شايفه جسمه عامل ازاي. بتقول ايه يا استاذ؟ خلاص يا عم ما تخنقناش جامد قوي كده، كملي. في تعبان في حياتك من ازمك على طول؟ مش قلتلك اهو. لا ده انت زودتها قوي. والتعبان ده موجود بيناتكم هنا؟ ما هو اهو وائل. اه عرفناه خلاص. ايه يا حبيب؟ ايه يا تقيل؟ بقول لك ايه، ما يغركش الشياكه اللي انا فيها، انا اساسا معفن. علاجك عندي. طب حاسب لا تتعدي بقى. الله الهديه. لا الهديه مش كده معقول. لا 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 ايه يا استاذ طلعت؟ هاي اتفضلي. ايه يا استاذ طلعت مالك متوتر ليه كده؟ هو ده الاوتوبيس اللي هيودينا العين السخنه؟ اه ده ما يوديناش اساسا الاشاره الجايه. يا استاذ طلعت ده الاوتوبيس ده رايح جاي على العين السخنه لما ولع. ماشي. وفين السواق بتاع المرجيحه دي؟ قال لي راح يشرب حجر شيشه هناك كده اهو. اهو جاي هناك اهو. هو ده السواق؟ ايوه. كان بيشرب شيشه؟ ايوه. المفروض يشرب جلوكوز. ما هو جايب معاه. ورابط دماغه ليه؟ لا ابدا، اصله اتقلب مرتين امبارح. وجبته ليه؟ لا يا بيه، احنا واخدين على كده، القلب ده حاجه عادي عندنا. مش قلت لك يا استاذ طلعت ده راجل قليب جامد. ابقى قابلني لو طلعت رحله بعد كده ميدو. مش لما نرجع من دي الاول؟ لما نطلع ده الاول. والله اوتوبيس جميل قوي يا استاذ طلعت. يا حبيبي يا اوتوبيس. بتوصل الاوتوبيس. اوعى التلج يلسعك، اوعى السودا تشلفتك. زوز يا ميدو. الازوز بالنص. لا يا حبيبي احنا متفقين على بعد التلج والمشال واتنشف في مياه خدمه ميدو. اطلع بيع. اوعى السودا تشلفتك. يلا يلا يا اسطى اتفضل. استنى على فين بس يا استاذ بيزو؟ ايه ما انت عارف عايزين زقه. اه معلش يا اسطى نسيت. يا اخوانا اللي جوه. ايوه ولع الدوز. اخوانا اللي جوه معلش زقه كده معلش. يلا يا حبيبي. يلا يلا مرسي. يلا يا استاذ. يلا اخوانا يلا اللي جوه ولا والاسه ولا يلا يلا علينا معلش زقه كده معلش من جوه بسرعه. يلا ايوه احسن شباب معاد جوه الرحله. حد ما جاش يا جماعة؟ لا. متأكدين؟ أيوة. لا. أيوة. لا. أيوة. لا. أيوة. لا. طول. هنهرد. هنهرد. إحنا طالعين رحلة ولا إيه؟ إحنا طالعين ناس تجيب. إيه الراجل ده؟ أنا حاسس إن إحنا طالعين رحلة في إعدادي. يا عم ما تقلقش سيبك منه. إحنا أول ما ننزل من الأوتوبيس نعمل اللي إحنا عايزينه. ده لو أعرف إن هو اللي طالع ما كنتش طلعت. بس انا هفكهولك. تفكي لي ايه ورباط جزمه؟ اقعدي. راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ خد الاحداث من الاوتوبيس. استاذ طلعت. نعم. روق. مالكيش دعوه. صحصح لينا كده. ليلى هنزلك اقرب كمين. طب كلمه. مكانك. هيبس موبا ازيك؟ صحابي جدا بول جدا. هما اصحابك دول ايه؟ مالهمش اسم برايفت نمبر ولا ايه؟ انت ايه؟ بتحب تشغلنا؟ انا لا بالعكس، مين قالك؟ انا بحب اللمه جدا. بتبقى فيها دردشه وناس كده، بنقعد نخش في مواضيع ونطلع مواضيع ونفتح في مواضيع ونتكلم كلنا في نفس واحد وما نبقاش سامعين بعض، فنضطر نعلي صوتنا فيجي لنا صداع. انا شخصيا بحب الصداع خصوصا لو نصفي. مساء الخير يا فندم. بص يا نور، تحبوا تاكلوا ايه يا فندم؟ انا اتاخرت كده ليه؟ انت ايه كنت بتعزي؟ انت انا جعان جدا. شوف بقى ناكل ايه. ناكل سوشي وش. جرب لو سمحت، هات لنا 2 اوردر سوشي اعمل لنا سيلكشن. استنى بس، خد يا عم. كنت بتعزي انت يا ستي؟ انا ماليش في السوشي ده. لا السوشي هنا حماده هيعجبك قوي. حماده مين؟ وانا حديمه في المدرسه. بقول لك ماليش فيه. ماشي طالما انت اللي طلبتيه يبقى حماده.
ايه ده يا بلبل؟ ايه؟ تجريك حساسية من السوشي؟ حساسية في السوشي؟ فين؟ في وشك. ايه؟ في وشي انا؟ لا يا شيخ. اه ايه ده؟ ياسمين ده؟ وقعدت تقولي حمادة حمادة اهو، حمادة لعب في وشي اهو. ها ها بس عارف؟ أجمل حاجة إنك تجرب مع اللي بتحبه الحاجة اللي هو بيحبها. أيوة، مع إن السوشي ده جاب لي تسلخات. معلش بس كفاية إنك حاولت عشان خاطرها، مش قلت لأ وخلاص. طب بقول لك إيه؟ ما تجيبي نص رغيف، ها؟ حط لنا فيه شوية تبخ على فلترين تلاتة كده، على ورقتين بفرة، هاكل سندوتش سجاير. حسبي الله ونعم الوكيل. ياسمين تاخرت كده ليه؟ ده لسه هيبهدلك. ازيك يا رزق؟ ازي حضرتك؟ بصي بقى يا ام جديه، بس انا غرقان في شبر ميه دلوقتي. انا عايزك تحددي لي بالظبط لون من الالوان دي يمشي هنا مع الجو العام. عارف اللون الاوف وايت؟ ايوه النسكافيه. بس يا انا مش عارف غيرك علي بيه. ادهن لون النسكافيه ده يا رزق. ايه لون النسكافيه ده؟ يعني لونه ايه؟ مش عارف. هي اللي قالت يا بني ادم هو اللون في ايدك ده اللي انت بتشربه. اسمه نسكافه. انا ما هقولك، بعتذر لك. ادهن لون نسكافه. الله، بص اللون بقى جامد ازاي. حلو يا ريت. تصدق حلو، انا ما كنتش متخيل هو يطلع بالروعه ديت يا باشمهندس. حلو لون النسكافه ده. بس انت ليه بتاخد لبن كتير كده؟ ازيك يا ياسمين؟ انا هاي من ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. بول، خلصت رسومات المعرض؟ خلصتها كلها، بس بصراحه يا رانيا انا جيت في الاخر ووقفت. ليه؟ يعني قلت امشي رجلي شويه. حبيبتي اطلعي على المكتب خليهم يعملوا لك منها برنت اوت. طيب مش عايز مني حاجه؟ لا خلاص مشيت. يلا باي باي. تشربي شاي؟ لا ماليش فيه، عشان نسكافيه. عامل لك ولا نلحس من على الحيطه؟ لذيذه قوي رنا انت على فكره، وشيك حاجه تشرف يعني. هو انت ما بتغيريش يا ياسمين؟ انا غير ليه؟ طب ما هي قدامك من زمان، لو كنت عاوزها كنت اتجوزتها. يا سلام، ده انت ما عندكيش فكره، اصلا الغيره دي بتخنقني. احسن حاجه فيكي انك ما بتغيريش على فكره. بابا عايز يقابلك. لا والله. أقابل أمه، أقابل حضرته يعني، ماشي هحدد له ميعاد. أوكي، هي عايز يخطبك؟ قول لي يا بلبل. أيوه يا عم. أنا عايز أسألك سؤال مهم جدا. اتفضل. أنت اصطدت قبل كده؟ والله يا جلال بيه، إحنا عندنا شاليه صغير كده في الإسماعيلية لما بروح بصطاد. جار؟ لا، بوص. خوص! بقول له جر يقول لي خوص. خوص ايه؟ لا يا عمي لا، استنى يا ابني لما اخلص ضحك. اتفضل. خوص. خلصت؟ خلاص. بوص، انت كل ده كنت بتضحك غلط. ما انا فاهم، خوص. برضو؟ اتفضل يا بوص. امشي. ايوه، اركن على ايدك اليمين اهو كده. تعال اتفضل. ما شاء الله. اهلا بلبل. اهلا ما شاء الله يا عمي، ما شاء الله، حلوه قوي الفلوكه دي. على فكره انا بحب الصيد مش السمك، عشان كده انا اتجوزت 3 مرات. طبعا ما تقوليش انك بتحب الصيد زيي. طبعا، امال انا اصطدت ياسمين ازاي؟ طب بعيد احنا ايه، مش هنتحرك بقى ولا هي دي خروج؟ هنفضل قاعد كده عليهم كده. فين ابوك؟ تحت. بس ايه رايك في بابا؟ والله لذيذ، بس عارفه اوفر شويه. اوفر يعني ايه؟ بس بقول له مش عارف ايه، قال لي استنى لما بطل ضحك، وانا بخبط عليه وباخد دوش. لا هو بس بيحب يدي كل حاجه وقتها بالظبط. لسه كمان بقى لما ياخد عليك هيحصل ايه؟ هيفك. ويحصل ايه ما هيفك؟ هيجري يعني. احترم نفسك. بلبل اهو. فك اجري. اهلا كابتن بلبل. شوية اهلا منور اعالي البحار. بوجودك والله. بوجودك يا عم. هات لي كل ما غير. ايه ده، لقيته ايه، كنز ولا ايه؟ احنا هنا يا ابني بنصطاد بجد. انت شفت الطعم اللي بنصطاد بيه؟ انا ما شفتش حاجه خالص لحد دلوقتي لسه. طعم جمبري جامبو. واو. صبيت جمبري وصبيت. هتصطاد بالجمبري والصنبيت؟
طب على كده هتصطاد ايه بقى؟ رز؟ على فكره انا قلت رز هتطلع بتضحك تاني غلط. حضر الطعم عشان نصطاد، تعالى معايا. حاضر. احنا هنا بنصطاد تونه وهغديك منها. تونه؟ عايز تغديني تونه؟ بتاكل السمك جمبري وسبيته هتغديني انا تونه؟ لا انا هتغدى طعم. خليني مع السمك احسن. تلاتين سنة صيد عمري ما اصطدت سمكة زي دي. ودي تعمل كام علبة تونة دي يا عم؟ تونة ايه؟ دي قشرة بياض يا ابني. طب تعمل كام علبة قشر بياض يعني؟ أنا لما أرجع هزل عمك عزيز ويسري وفؤاد، هزلهم كلهم وأوزع عليهم الصور وأقهرهم. ممكن أتصور معاه؟ طبعًا يا حبيبي، أتصور على ملبس وأرجع وأتصور أنا كمان. ماشي. أوفر بس. ثانية واحدة. يلا. يلا سمايل. فعلا سمكة رهيبة. هلا بلبل، انا جاهز للصورة التاريخية. فين سمكتي؟ ها؟ انت فين سمكتي؟ ماليش دعوة بلبل، وقع. طب هتعالوا بالتدريج. طيب هي وقعت هنا لما انت اتأخرت فزيت ومشيت. ما انا عايز اصور جنبها. خد صورتي يا عمي، انا مش عايزها. اقول ليه يا عزيز يسري دلوقتي؟ في فؤاد كمان حضرتك كنت عايز تغيظه ولا ده مش فارق معاك انك تغيظه؟ اهدى. هو لبس قميص جديد وبتاع. هنلاقيها يا عمي ان شاء الله. هتروح فين؟ هنلاقيها. هتلاقيها هنا ولا هنا ولا حاجه. هنلاقيها يعني اصطاد غيرها. اهدى بس يا عمي. اهدى. فعلا اوفر برضه يا عمي. يعني الجمبري موجود والطعم موجود والسمك موجود. احنا جايين نصطاد. معنا واحنا جايين نذاكر. احنا جايين نصطاد رحله يعني. ايه يا عم؟ نصطادها. لا مش دي الثانيه، خد ابيض واسود. عايز سمكتي. في صورة كده؟ لسه. هو احنا هنكلم ابوكي ولا هو اللي هيكلمنا؟ هيكلمنا ازاي بس؟ هو مين اللي خاطف مين؟ وبعدين ما ينفعش احنا اصلا نكلمه من على الموبايل، عشان كده ممكن مكاننا يتعرف. جبت لكم فاكهة وجبن، هخش بقى اعمل لكم سندوتشات. برافو عليكي. يلا انزل بقى عشان انا اتخنقت. حاضر. اكيد كده الصورة جت، بس السلك ده مش عارف ماله. جرالك حاجة؟ لا أنا كويس. أنت إيه اللي وقعك ده؟ أنا حسيت إن أنا شفتك بتمشي. على فكرة بمشي؟ يا ريت أقدر أمشي. ده أنت بس تلاقيها تهيؤات من الوقعة. يا لهوي. معلش تعالى وأنا أغير لك هدومك بدل ما توسخ الفيلا. هدومي كلها اتطينت. يا نهار أسود. الحمد لله إن الدنيا سليمة. إيه ده؟ التلفزيون اتظبط. إيه ده؟ مين الممثل ده؟ ده رشدي أباظة. هو ده بقى يا رشدي. كل ده متغير يا رشدي. لا اصل كنت باخد دش خلاص. خالك اهو. ايه ده؟ ايه وحش؟ لا بالعكس، ده حلو قوي. علاماتك مظبوط. لا ده واسع من السد شويه على فكره. في انت بتضحك على ايه؟ انا مش قادره اتخيل وانت بتكلم ابويا وانت بالمنظر ده. ايه هو ابوك يعني دايخه ولا ايه؟ ما تقلقونيش بقى يعني. مش مشكلة، هو أنا هكلمه في التلفزيون. طب يلا. طب ساعتك احنا هناخد إجراءاتنا وهنعمل اللازم، بس تحذير هام، اوعوا الخبر ده ينتشر عشان الواد ما ياخدش حذره وما نعرفش نعمل حاجة. أحسن برضه، أنا شخصيا مش عاوز فضايح. طب ساعتك لو اتصل نقول له إيه؟ اعرف منه هو عاوز إيه وبلغنا بطلباته أول بأول، وحاول تتصل بيه أنت كمان. جايز يفتح موبايله ولا حاجة؟ مش مشكلة، أنا هستناه لما يتصل هو براحته. بس أهم حاجة السرية التامة. حاضر، نستأذن. السرية التامة. حاضر. هشام باشا.
في اخبار جديده؟ بقيت عند ملك. اوكي يا حبيبتي، سلمي لي عليه. ماشي يا ماما. ماما بتسلم عليك. سلمي لي عليها قوي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. الحمد لله غدا عملت لي يومين اجازه، يعني خلاص كله بقى تمام. ايوه يا عم، بقينا نعرف نخطط ونقول اهو. شفتي بس حركه قميص النوم دي هتخلي رشدي يتحبس طبيعي. اما حته صدفه. صدفه ايه يا بنتي؟ ده كله متخطط هنا، ما تفهمي بقى. برافو عليكي. هو بيعمل ايه كل ده؟ ازعل نص نص. ايه ده يا نانسي؟ نانسي انا غلطان ان انا طوعتكم ولبست الزفت ده. احنا لازم نشوف حاجه تانية تتلبس. احنا جايين نخطف ولا نهزر؟ بس انا مش عايز اشوف ابتسامه واحده فيكم، وخصوصا انت يا فايزه. تخلي بقى كده عشان بحب اقعد قدام. اقعد حسب الدين. بص بقى، عايزك اول ما تكلم ابويا تخش فيه شمال، تخوفه جامد، تركز معاها بقى. طيب طيب. ترهبه، تحسسه ان حياه بنته في خطر. هو بقى هيخاف. تقوم انت بقى في ساعتها تروح طالب الفديه اللي انت عايزها. عايزك تدخل صوتك كده عشان يحس ان انت مجرم بجد محترف. انا عارفه ابويا لما يخاف اوعي يزعق فيك وانت تضعف كده. لا قط ناسف لانقطاع الخدمه. ايه؟ لوك 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 لوك. خلاص عرفت. طب هنعمل ايه؟ سالي هات تليفونك. لا 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 لا، الا تليفوني انا ماليش دعوه خالص. اتكلموا من اي تليفون في الشارع بكره. طب خلاص خلاص، تليفون البيت عطلان وهي تليفونها. لا 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 لا، وانا موبايلي ما فيهوش رصيد. ايه ده؟ انا موبايلي فين؟ فين موبايلي؟ اديه له. في ايه؟ ويا ريت لو معاكي قرص منوم بقى لحسن. انا بجد ما بيجيليش نوم بالليل خالص. ايوه معايا بس بص خد نص قرص بس. خلي بالك. خلي من ايه؟ مناش الحاجات دي على فكره. شفتنيش انت عند المعلم مشمش؟ انت مكسر القعده. يلا اقعد اهزق بقى. يلا تصبح. هنوديها فين؟ هنحبسه فوق. خايفه يكون مات. ماتي، ما هو بيشخر قدامك. تعالي بقى لما افرجك على بقيه الفيلم. هتعملي ايه؟ هتشوفي. بصي بقى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتبليها ليه؟ البطول مهدوم ومبلوله وعمره ما هيقدر يكت. انت عليها ايه المخ ده؟ تعمل ايه؟ لا لا، انا انسان عادي. خد يا هديه. يا ابني يا ابني يا ابني، انت جاي بالسرعه دي منين؟ خد يلا. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ سالي كانت بتزقني فوقعنا. ده اسمه كلام يا سامي. معلش معلش، ايدك بس معايا. اهو بره. خير 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 ان شاء الله. معلش معلش. هو انت ايه اللي صحاك بدري كده؟ انا قلت اصحى بدري بقى عشان نلحق الخطف من اوله عشان ربنا يكرمنا. اغير بقى اللبس ده. ايه ده؟ الظاهر الدنيا مطرت. وهي الدنيا مطرت على بدلتي انا بس ولا ايه؟ بتقول ايه يا لطفي؟ نشر الخبر؟ طب استنى استنى هنا استنى. هات القرم يا ابني. حاضر يا باشا. اتفضل يا باشا.
يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. خد اطلع. ايه ده، انت تشتغلني ولا ايه؟ تاخد مني الجرنون تقلب فيه يبقى كده ترجعهولي؟ رجعتولك ناقص خبر ناقص صورة قلبتي فيه بس ما قريتوش. اطلع. طب انا مالي؟ خلاص هاتوا هاتوا، انا حاسب عليه. مراتي بتحط عليه بتنجان بيشرب الزيت. حس كده بقى، هات الاذاعه والمصور والحوادث. دول ما بيشربوش الزيت. يبقى اشربه انت. اتفضل يا باشا. ما تعلي يا ابني الراديو ده شويه. حاضر اهو اهو اهو. يا رشدي انت يا بني ادم، انت جاي تستجم هنا؟ استجم ايه بقى؟ مش كفايه الهو اللي احنا فيه ده؟ مش كنت خطفتوني في شهر 8؟ احنا لازم نخرج نكلم ابويا. ماشي، ما تتاخروش. ما تتاخروش ايه اذا كنت انت اللي هتكلمه؟ اخرج ازاي بلبس شيتوس ده؟ ايه خايف حد يصطادك؟ بلاش انت يا انتصار. انت عايزين نخلص بقى يا جماعه من القصه دي. ايه ده، هو انا قاعده مع اتنين عيال؟ ما تركز معايا شويه يا رشدي. قوم بقى ما اشوف هنعمل ايه في منظرك ده من غير شخط. ماشي قوم شوف اي حاجه تتلبس. القرف ده. يلا يا بنتي. هو بيهبب ايه كل ده؟ انا عارفة. خير يا جماعة، مين اللي مقدم البلاء؟ يا نهارك اسود، ايه اللي انت عامله ده؟ لا كله انا بدلت اخويا. خلاص بقى يا سالي. خلاص ايه؟ انت عارف بتمروح؟ لو اخويا عارف هنوديه في 60 داهية. ليه بيشتغل ايه؟ دكتور. طب على نفسه. يا جماعة عايزين نخلص بقى. يلا روحوا انتوا، انا مش جاية معاكم. ماشي خليكي، احسن احسن. يلا قدام. يلا يا اخويا قدام. ايه القلاصة اللي انت فيها دي؟ ما تزق شوية، انت صدقت انك ظابط؟ زق. سلام. ايوه انا عارف عارف انه ما كانش قصدك. اتفضل روح ازرق. يا ابن المريح البس لك ايه طيب؟ انت جنان؟ ها مالين الرقم؟ اتنين اتنين؟ اتنين اتنين اتنين؟ اه يعني قول اربعة. انت هتجمعهم اربعة اتنينات 060. حاضر اربعة اتنينات 060. هتقول له ايه؟ فرصتي جت، سيبيني لو سمحتي. رد يا جبان. الو ايه؟ مشغوله. مشغول؟ طب جرب تاني. حاجه دلوقتي. اه طيب كام الرقم؟ 42060. برضك كل ده مشغول. هات اجرب انا. بيرن بيرن. الو الو، ادهم الشاذلي؟ ايوه معاك النقيب رشدي اباظه. انا رشدي اباظه يا ادهم. ايوه يا رشدي يا ابني، أنا كنت مستني مكالمتك دي عشان أعتذر لك عن اللي عملته معاك. رشدي أنا بنتي ملهاش أي ذنب، إحنا أصحاب شركات زي بعض وممكن نفض الخلاف اللي بيننا ده. يا بنتي بنتي. طب أموتها الأول، أموتها. اسمع يا ابني، أنا لو بنتي جرالها حاجة مش هرحمك. بنتك كويسة والمصحف. طب انا عاوز اكلمها. حاضر ثانيه واحده. بابا عايزك. انت مجنون. مش هينفع تكلمها دلوقتي، انا مكتفها. طب انت طلباتك ايه عشان تسيب بنتي في حالها؟ عايز فلوس. عاوز كام؟ اقول له كام؟ قول له مليون جنيه. كتير قوي ده. انت مالك؟ عايز مليون جنيه. مل ايه؟ مش صحيح. انا والله قلت لها كده. انت عارفين مجنون. حرام عليك شليت الراجل. ايه قفل في وشك ولا الخط قطع؟ لا والله قفل في وشي. انا بتهيألي نسيبه يهدى شويه ونرجع بعد كده نكلمه. واخده بالك؟ هو يعني يكون هدي اعصابه شويه والخنفسه دي تكون